النهاردة عايزة أتكلم عن ظاهرة اسمها ظاهرة الموت المجاني. للأسف في ضحايا بيفقدوا حياتهم، وفي أطفال بتتيتم، وستات بتترمل. والسبب إيه؟ تفتكروا كده إيه؟ حرب مثلا، زلازل، أعاصير، براكين، تخيلوا، ولا حاجة من كل ده. السبب وببساطة شديدة هو طرق الموت. مهما كان الطريق معمول بمواصفات ممتازة، برضو بتحصل حوادث مميتة سببها غياب ثقافة الالتزام بقواعد المرور وأخلاقيات السواقة. بسبب غياب الثقافة دي، فاتورة الدم زادت النهاردة بحادثة جديدة على الطريق الدائري الأوسطي. عربيات اتحرقت، اتفحمت، وفيات، إصابات، تعطيل كامل لحركة المرور. لو أي حد في حضراتكم عارف الطريق الدائري الأوسطي هيفهم قد إيه هذا الطريق متنفذ مظبوط جدا. طريق واسع، متخطط كويس، زي بقية الشبكة القومية للطرق اللي الدولة حطت فيها مليارات عشان تسهل حياة الناس. نلاقي حياة الناس بتروح بسبب السرعة، بسبب مخالفة قواعد المرور، لأنه أغلب اللي راكبين عربيات مالهمش أصلا دعوة بالقواعد دي خالص. هم عندهم قواعد تانية عشوائية، ولا بتعرف حدود للسرعة، ولا التزام بمسارات الطريق، ولا استعمال إشارات، ولا أي قاعدة من القواعد اللي خبراء المرور في العالم كله حطوها بعد سنين طويلة من التجارب والدراسات عشان يحافظوا على أرواح الناس اللي ماشية على الطرق دي. لكن تقريبا اللي بيسوقوا بيبقى مش مقتنعين بانه هذه القواعد لمصلحتهم. هما في الاساس مش مقتنعين خالص بالكلام ده، هما شايفينها غلاسه كده عليهم. اللي خلاني اتكلم النهارده في هذا الموضوع اننا بنشوف حوادث على الطرق الجديده. يعني لو كانت الطرق القديمه ماشي، بس الطرق الجديده طرق سريعه وفيها كل عناصر الامان. بس ده اللي فاهم اصلا يعني ايه طريق سريع، ويعني ايه حادثه العربيه لما تحصل على سرعه كبيره. ولان كل واحد بيسوق على الطرق دي باسلوبه العشوائي، مش بيبقى متخيل نفسه في مشهد ماساوي زي اللي حصل كده النهارده. وهنا هنلاقي مفيش فرق بين سواء نقل او اجره او ملاكي، العقليه كلها واحده. كل واحد فيهم بتلاقيه بيقول لنفسه، يعني هي تيجي عليا انا مثلا، ايه اللي هيحصل يعني لو حبيت اعدي العربيه اللي قدامي دي واخطفها كده خطف؟ ايه يعني هيحصل لو رجعت ورا مرشدير شويه كده، يعني كم متر عشان الحق مطلع الكوبري اللي فاتني؟ يعني ايه صحيح؟ ايه المشكله؟ يعني ايه لو كل واحد سايق عربيته عمل كده؟ هيحصل ايه في الدنيا يعني؟ كل الاسئله دي على فكره ليها اجابات واضحه نقدر نعرفها من احصائيات ضحايا حوادث الطرق في مصر. بتكلم عن آلاف بيموتوا كل سنة في هذه الحوادث، وده اللي بعتبره موت مجاني بلا أي داعي، لأننا ببساطة شديدة بنقدر نتجنبه، نقدر نقلل عدد الحوادث. ده ممكن فقط لو الناس اقتنعت كلها إن قواعد المرور وأصول السواقة مش معمولة عشان تضايق الناس، مش معمولة عشان ترخم عليهم، لكن هي معمولة عشان تحمي حياتنا ببساطة يعني، وتنقذ مستقبل أسر كتيرة ممكن يفقدوا أعز أهليهم. لكن للأسف كل يوم بنشوف حوادث، كل يوم اللي سايقين عربياتهم مش متخيلين أنهم ممكن يكونوا ضحايا لهذه الحوادث في يوم من الأيام. ليه؟ مش عارفة. إيه المشكلة عندنا؟ مش عارفة. مصر جديدة، أهلا بيكم. حادثة مروعة حصلت على الطريق الدائري الأوسطي عند نفق الأوتوستراد في حلوان في اتجاه طريق الفيوم. كان في تصادم كبير من 8 عربيات ملاكي، عربيتين نقل. والحقيقة في فيديوهات للحادثة باين فيها زي ما شفتم منظر العربيات المولعة، اهو
قدامكم، شايفين العربيات مولعه ازاي، شايفين الدخان الاسود ده، تحس انه في يعني كانه يعني قنبله وانفجرت حاجه تخض. سبب الحادثه زي حوادث كتير، تريلا طايشه، اجهزه الامن قبضت على سواق التريلا المتسبب في الحادثه، وطبعا في وفيات واصابات. شوفوا المشهد من غير ما اقول بيبين انه اكيد في وفيات واصابات. طبعا شيء مؤسف وصوره مؤسفه. معنا على تليفون زميلنا الصحفي الاستاذ يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم والمسؤول عن ملف الحوادث. استاذ يسري اهلا بحضرتك. استاذ انجي مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. ممكن بس بدايه تحكي لنا ايه اللي حصل، وتطمنا بس عدد الوفيات قد ايه؟ لو في وفيات اتمنى من قلبي انه يكون بس في شويه اصابات وهنقدر نتجاوز الموضوع ده على خير. والله احنا نتمنى ان هم المصابين اللي هم عددهم 9 في 3 مستشفيات ان هم يتمثلوا الشفاء. عندنا حاله وفاه وفقا لبيان وزاره الصحه، احنا بنتكلم على حادث من ضمن سلاسل حوادث الطرق، ومصر ان اقول ان حوادث الطرق بتحصد آلاف الأبرياء. وبتفق في طرح حضرتك وتساؤلات حضرتك في مقدمتك الجميلة إن حوادث الطرق بتحصد ما يقرب من 9000 ل 13000 قتيل وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، من 6 ل 7000 وفقا لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر. احنا بنتكلم دي أكتر من حوادث الطيارات، يعني أكتر من أي حوادث تانية. أرقام مفزعة، أرقام مفزعة في ظل اهتمام بالبنية الأساسية اللي موجودة اللي بتوفرها الدولة المصرية، اهتمام بالطرق، رفع كفاءة الطرق. احنا عندنا طرق قبل 2013 كان لم يتم رفع كفاءتها من 25 سنة، احنا النهارده بنتكلم على شبكة طرق عملاقة استطاعت الدولة المصرية ان هي تقدمها. منها طرق يعني الدائري الاقليمي او الدائري الاوسطي، النهارده احنا بنتكلم على حادثه نفس الطرح اللي حضرتك طرحتيه اللي هي سلوكيات البشر، واللي بيقول انه 65% من حوادث الطرق سببها العنصر البشري. العنصر البشري اللي خلى سواق تريلا النهارده يبقى ماشي بسرعه مجنونه، يعدي الجزيره الوسطى ويعدي الناحيه الثانيه، ياخد قدامه 4 عربيات ملاكي ويرجع الناحيه الثانيه ياخد 4 عربيات ملاكي وسياره ثاني تريلا تتقلب فتاخد عربيه ميكروباص. شوف حضرتك منظر الصور اللي حضرتك بتعرضيها. والناس ماشيين لا بيهم ولا عليهم، رايحين اشغالهم ولا رايحين بيعملوا اي حاجه وفي امان الله، وتيجي عليهم المصيبة. طريق مش مفتوح، يعني طريق مش مفتوح ان هو انك نقدر اسوق عليه 120. الطريق ده وفقا لمعلومات كان سايق 120؟ اكتر من 120 الطريق ده. والنقل احنا بنشوف حضرتك، وحضرتك لما بتروحي مدينه انتاج الاعلامي انت بتشوف الدائري النقل ازاي بيسابق السيارات الملاكي وازاي بياخد غرز وازاي بيعدي. لا احنا قدام فوضى في القصه، وسببها يعني العنصر البشري. المركبه عليها بس المركبه وحاله الطريق والكلام من ده كله عليه 35% من سبب الحوادث. السرعه الزايده هي اللي خلت سواق التريلا النهارده زي ما قلت لحضرتك ان هو يعبر الجزيره الوسطى وياخد 4 عربيات قدامه ويرجع تاني فياخد 4 عربيات. طبعا ده السواق تم القبض عليه وتم التحفظ عليه واستجوابه، هيتم تحليل ليه اذا كان متعاطي مخدرات. لسه كنت هسالك على تحليل مخدرات، لانه ده لا يمكن ابدا انه يكون شخص طبيعي، مش ممكن. والله الدولة جد يا استاذة انجي في قصة تحليل المخدرات. صحيح. حتى ان هو سائق الحافلات بتاعة المدارس، الدولة يوميا بتشن حملات عليهم وبتجري تحليل مفاجئ لكل السواقين ان احنا قدام ارواح بشرية بتروح. كمان مصابي حوادث الطرق يعني دول من ضمن الكوارث التانيين، يعني احنا عندنا 65000، ما يقرب من 65000 واحد من ضمن مصابي الطرق سنويا. لو احنا بنتكلم على 13000 حادث سنويا ولا 9000 حادث سنويا بيروح في البقايا، احنا لو احنا قسنا ده بعدد السكان، لا احنا عندنا حوادث الطرق بطريقه فظيعه جدا، والسبب فيها العنصر البشري. ايا كان الحادث النهارده واسبابه، النيابه العامه برضه هتحفظ على عدد من السيارات اللي هي تم تجنيبها لاعاده تسيير الحركه المروريه في طريق الاوتوستراد عند نفع الاوتوستراد، ولكن احنا قدام تحقيقات مستمره. النيابه العامه طلبت الفيديوهات اللي حضرتك بتعرضيها وكافه الفيديوهات اللي تم تداولها للحادث ده عشان نعرف السرعات اللي موجوده. برضه في مهندس فني النيابه العامه انتدبته في المعمل الجنائي هيحدد اسباب الحادثه، بدايتها حصلت ازاي وازاي السياره عبرت الجزيره دي، وهل من القياده هو فعلا اختلت عجله القياده زي ما بيقول منه
وهل هو ما قدرش يسيطر على العربيه؟ يعني دي روايه من ضمن الروايات. بس هي حتى لو اختلت عجله القياده وهو مش سايق بسرعه كبيره زي ما حضرتك بتقول، كان اكيد الحادثه هتكون اقل ضررا بكتير من اللي احنا شايفينه. لا، كان يقدر يتلافى، خاصه ان احنا لما العربيه حصل فيها اصطدام باكثر من عربيه، حصل الانفجار وحصل الدخان والنار الكثيفه اللي كانت موجوده، ده اللي استدعى ان يكون فيه الحمايه المدنيه موجوده تعمل اعمال اطفاء، وبرضه رجال المرور يستعينوا بمعدات محافظه القاهره عشان يجنبوا هذه السيارات على الطريق ويعيدوا حركه الطريق مره ثانيه. ده واحد من الطرق الحيويه اللي بتخدم كثير من محافظات الوجه القبلي تحديدا، انه ده خط اساسي للمحافظه للناس اللي صحيح. جايه من الصعيد ورايحه من الصعيد. احنا قدام كارثه يعني النهارده، ونحمد ربنا ان هو العدد النهارده احنا عندنا ضحيه واحده، ولكن عندنا 9 مصابين، نتمنى لهم الشفاء، ونتمنى ان يكون في ضوابط اكثر شده من الاجهزه المعنيه، وما يكونش القاء اللوم دايما على الناس ضباط المرور. يعني النهارده اللي شالوا الحادثه النهارده ضباط الحمايه المدنيه وضباط المرور اللي كانوا موجودين من اعلى رتب، يعني كانوا موجودين في الشارع النهارده بيحاولوا اعاده تسيير الحركه المروريه واعاده فتح الطريق حتى، وبيحاولوا انقاذ الضحايا اللي كانوا موجودين. اللي وزاره الصحه دفعت ب10 سيارات اسعاف عشان تنقل الضحايا دول للمستشفيات، وحاليا بيخضعوا للعلاج داخل مستشفيات وزاره الصحه. اشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم والمسؤول عن ملف الحوادث. وبينضم لنا دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والكباري بجامعه عين شمس. دكتور حسن اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ انجي على حضرتك والمشاهد الكريم. اهلا بحضرتك دكتور حسن. طول عمرنا كنا دايما بنحط اللوم على في حوادث الطرق على الطريق، وحضرتك دايما تقول لنا انه في نسب، يعني حادثه الطريق دي ليها نسب، نسبه على الخطا البشري مثلا، نسبه على الطريق، ربما تكون هناك نسب اخرى متخصصه انا مش عارفاها، مثلا على المركبه نفسها مثلا مدى انها حديثه قديمه، الكلام ده كله. حادثه النهارده وحضرتك شايف هذه المشاهد معانا، وحضرتك عارف الطريق الدائري الاوسطي وانه طريق يعني على احدث ما يكون وواسع ويعني ما فيهوش مشكله، يعني كيف تقرا هذه الحادثه؟ الخطا هنا رايح فين بصراحه وبوجهه نظر علميه؟ يعني انا لا استطيع ان انا اتنبا سبب الحادث لاني لم اشاهده، في لجنه فنيه كما اشار الزميل الصحفي اللي كان موجود معاكي قبل مداخلتي، لكن انا اقدر اقول لك وبشكل علمي وصريح أن أسباب الحوادث لا تخرج عن مجموعة من العوامل اللي بندرسها للطلبة بتشمل العنصر البشري. ويمكن هو قال الزميل اللي كان بيتحدث أن ده بيبقى فعلا في مصر بتصل إلى 67% من مسببات الحوادث بتلقى على العنصر البشري، وهذا لا يعني أو لا يؤكد أن العنصر البشري هو السبب في الحادثة، لكن أنا بقول أن 67% دي إحصائيات من مواقع دراسات اتعملت في مصر بتقول أن ال 67% بيعول عليه العنصر البشري، في جزء بيعول على الطريق، في جزء بيعول على وسائل تأمين حركة المرور، إذا كان بنتكلم على إنارة محددات للطريق، إذا كنا بنتكلم على وجود يعني أساليب سليمة لإدارة حركة المرور في المنطقة اللي حصل فيها الحادث، في عنصر بيرتبط بالمركبة، المركبة سليمة من حيث عناصر الأمن والسلامة والمتانة ولا لأ، إذا كان في أي خلل حصل مفاجئ في المركبة أدى إلى هذا الكلام، فدي العناصر الأساسية اللي ممكن يعول عليها أي حادث يحدث. طبعا جسامة الحادث وعدد يعني المصابين نسأل الله لهم الشفاء، وعلى حسب ما سمعت في حالة وفاة نسأل الله له الرحمة والمغفرة، لكن أنا بقول إن هناك لجنة فنية كما سمعت من حديث سابق يعني مداخلة السابقة، اللجنة الفنية يعول عليها الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث وبناء عليها يتم التحقق. أنا لا بس شدة هذا الحادث بتبين قد إيه كانت السرعة الرهيبة اللي سايق بيها سواق التريلا. شوفي، هو يعني السرعه مجزئه على الطريق الدائري الاوسطي في اجزاء مسموح بها بسرعه 100، وعلى ما اتذكر ان في اجزاء محدود السرعه فيها هو سايق اكتر من 120.
لا لا هو يعني لا نستطيع حضرتك برضو اكتر من 120 دي حضرتك لا نستطيع ان احنا نجزمها الا بتحليل المهندس الفني اللي هينزل يفحص طول مسافة الفرامل، هيحدد هو توقف في قد ايه، وبالتالي يعني يتم الوقوف على انا لا ادافع عن طرف، يعني الحادث حصل والحادث احنا بنتكلم من وجهة نظر علمية بحتة، لكن انا بقول لحضرتك من وجهة نظر علمية بحتة يجب الا نستبق الاسباب، يعني هناك عوامل تخص العنصر البشري يعول عليها من الدراسات حوالي 67%، وهذا لا يجزم ان العنصر البشري هو السبب، لكن خلينا نشوف اللجنة اللي هتحقق، لان في جزء خاص بالامن والسلامة للمركبة وعناصر ممكن يكون حصل ظرف طارئ في المركبة اللي تسببت في الحادث، ممكن يكون العنصر البشري هو الطاغي ويكون السواق نام، يكون السواق في مشكلة أثناء حركة القيادة على الطريق، لأن يعني من ضمن المسببات الاسترس والإجهاد في القيادة، لأن في سواقين بيسوقوا أكتر من 10 ساعات وده مش مسموح بالقانون، لأن المفروض يكون معاه سواق تاني علشان لو حصل إجهاد أو خلافه يبقى في بديل ليه، علاوة على أن الطريق نفسه هيتم فحص العناصر الهندسية للطريق في منطقة الحادث هل فيها ما تسبب في ذلك أو ساعد عليه، بالإضافة إلى العنصر الخاص بالمركبة زي ما أشرت، ولن يخرج الأمور عن ذلك، لكن خلي الفحص الفني هو اللي يقول التقرير الفني اللي هيطلع يقول لنا المشكلة فين بالضبط. يعني أشكر حضرتك دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق الكباري في جامعة عين شمس. هنشوف احنا في الآخر يعني وفي الأول لن نستبق الأحداث، وهنشوف تحليل المخدرات للسائق، وبالمناسبة صندوق مكافحة الإدمان ليه رقم 16023 وده موجود على النيوز بار عندنا ثابت على قناة ETC، أي حد يشتبه في سائق أو في ممكن يكون سواء أوتوبيس مدرسة ولادك سواء أوتوبيس ماشي قدامك ياريت أن احنا نبلغ. طيب فاكرين سفاح الإسماعيلية؟ خلاص سفاح الإسماعيلية إلى حبل المشنقة رسميا. النهاردة محكمة جنايات الإسماعيلية حكمت بالإعدام شنقا لعبد الرحمن نظمي الشهير بدبور والمعروف بسفاح الإسماعيلية اللي ذبح بني آدم في الشارع قدام الناس. طبعا الحكم الأخير ده كان متوقع لأنه كانت المحكمة أحالت أوراق دبور للمفتي في 9 ديسمبر اللي فات. فاكرين طبعا شفتوا المشاهد، هذا المجرم استعرض وحشيته علنا قدام الناس، لكن دلوقتي لما قرب من حبل المشنقة بعت رسالة لأسرته بيطلب فيها السماح من والده وبيطلب من أسرته الدعاء لي، وطلب أنه يبعتوا له مصحف وسواك وكتب دينية وحسب الديون اللي عليه، وقال لوالده يسددها، وطلب كمان من والدته طلب غريب شوية وهي انها تربي حمام ابيض في بالظبط كده، قال لها ربي جوزين حمام في بلكونة بيتهم. طب نسمع نطق بالحكم ونرجع تاني. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم وشهرته دبور بالإعدام شنقا عن ما أسد إليه ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100,000 جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعوة المدنية ومبلغ 200 جنيه، وكذا ألزمته بمصاريف الدعوة الجنائية ورفعت الجلسة. طيب معنا على تليفون الأستاذ حسن حلمي شقيق قتيل الإسماعيلية. يا أستاذ حسن أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهاردة كان النطق بالحكم، استقبلتم الخبر ده إزاي؟ الحمد لله. أستاذ حسن صوت حضرتك بعيد شوية، لو تسمح لي بس تعلي صوتك عشان أنا مش سامع. والله عشان على الطريق سفر وكده. لو نقفل بس الشباك وحضرتك تعلي صوتك هيبقى كويس. بقول لحضرتك الحمد لله احنا كنا واقفين في صدقنا والحمد لله، ويعني احنا الحمد لله على كل شيء، وكنا يعني متوقعين ده عشان احنا معلش اخويا بريء من كل التعب اللي فات بتيلي حضرتك. يا استاذ حسن انا مش سامع حضرتك. طب معلش انا مش عارف اتكلم مع حضرتك والله هطلع على طريق. طيب طيب أشكر حضرتك شكرا جزيلا. الموضوع يعني النهاردة كان
موضوع بيهم ناس كتير قوي، انه ما ينفعش كانت هذه القضية كده تمر مرور الكرام. المشاهد العنيفة والقسوة الشديدة اللي شفناها في الحادثة خلتنا مستنيين كلنا وبشدة الجزاء، العدالة الناجزة، هي دي العدالة الناجزة اللي اتحققت النهاردة، واليوم يسدى الستار على هذه القضية. طيب، أنظار العالم كلها بتتجه هذه الأيام نحو أرض السلام، مدينة السحر والجمال زي ما بيقولوا عليها، مدينة شرم الشيخ. شرم الشيخ اللي بتستضيف ضيوف مصر من كل دول العالم ومن مختلف الجنسيات من أجل الإنسانية ودعم التواصل بين شباب العالم. شباب العالم يجتمعون هنا في مصر على أرض السلام في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، واللي هيكون في الفترة من 10 ل 13 يناير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر مستعدة استعداد كبير جدا لهذا الحدث العالمي عشان تبهر العالم زي كل مرة من مرات انعقاد هذا المنتدى، هذا المنتدى العالمي. عايز أقول لكم أنه في حالة طوارئ قصوى في مطار القاهرة الدولي وفي مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الوفود اللي هتشارك في منتدى شباب العالم اللي بيعقد في مدينة شرم الشيخ. يعني مثلا في دلوقتي مجموعات عمل مخصصة لإنهاء واستكمال إجراءات وصول ضيوف مصر بسهولة وبيسر. أيضا بيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الوفود المشاركة. بيتم وضع اللمسات النهائية في اللحظات اللي أنا بكلم حضراتكم فيها، زي مثلا وضع لافتات المؤتمر داخل صالة السفر والوصول في المطارات، تزيين المطارات بلافتات مخصصة للمؤتمر، اللوجو الخاص بيه اللي بيتم وضعها داخل صالة السفر والوصول علشان الركاب يبقوا عارفين يعني كل المعلومات، ولازم يبقوا فاهمين ايه اهميه هذا المؤتمر وتحقيق اكبر قدر من الانتشار لهذا الحدث والترويج ليه. طيب، الحقيقه معانا على التليفون الاستاذه ساره بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم. يا استاذه ساره، اهلا بيكي. نور استاذه انجي، اهلا بحضرتك. ساره، انا عارفه انكم دلوقتي عاملين زي خليه النحل، الاستعدادات تجري على قدم وساق. قولي لنا بقى اخر هذه الاستعدادات دلوقتي حالا، انتم بتعملوا ايه؟ دلوقتي حالا احنا شغالين على تحضير القاعات والتصميمات اللي هي بتاعه القاعات، زي ما حضرتك قلتي حتى ابسط التفاصيل احنا بنهتم بيها. كمان احنا متقسمين لفرق العمل، متواجدين بصفه دوريه في المطارات عشان نبدا ان احنا نستقبل الوفود. يعني ان شاء الله ان شاء الله النسخه الرابعه هتبقى راجعه بقوه، المنتدى راجع بقوه وهيبقى بصوره مشرفه جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. بدات وفود من بره مصر بتوصل؟ الوفود ان شاء الله خلال يومين هتبدا توصل، ولكن معظم الحضور من مصر هو اللي ان شاء الله برضو هيبدا في الوصول. والوفود هتبقى خلال يومين زي ما حضرتك اعلنتي فتره المنتدى من 10 ل 13 يناير، ولكن بيسبقها بيومين من اول يوم 8 و9 بيبقى فيه ورش العمل، وهي دي اللي ان شاء الله هنبدا بيها الفعاليات الخاصه بالمنتدى. يعني في ورش عمل هتبدا قبل افتتاح المؤتمر رسميا؟ مظبوط، كالعادة انتوا بتعملوا كده، ده شيء معتاد في المؤتمر. طيب، تسجيل الضيوف بيحصل ازاي؟ تسجيل الضيوف هو طبعا كان من خلال الموقع الرسمي للمنتدى، كان بيستقبل من عليه طلبات الحضور من الشباب من حول العالم، سواء كان كحضور او كمتحدثين من خلال الجلسات او من خلال ورش العمل او الفعاليات المختلفه الخاصه بالمنتدى. احنا السنه دي طبعا التسجيل فاق التوقعات، عدينا نصف مليون شاب من حول العالم. طلبات الحضور بصراحه احنا كنا مبهورين بالاعداد، وحتى بالرغم من ظروف الجائحه كان لازال في حضور قوي وناس حابه انها ترجع تاني وتشارك في النسخه الرابعه من المنتدى. وكل التسجيل بيبقى من خلال الموقع الرسمي، الفلتريشن بروسيس كله برضو بيبقى على الويب سايت الخاص بالمنتدى، وبنبدا من خلالها بقى نوجه الدعوات للمتحدثين او الحضور، ونبعت ان احنا نرسل ليهم بقى ان شاء الله يعني بقيه الحاجات والتفاصيل اللي ليها علاقه بالجلسات الخاصه بيهم. اكتر الدول ايه اللي تم استقبال منها طلبات للتسجيل؟
هو اكتر الدول كانت من قاره افريقيا، ويعني ده منطقي ده صراحه جميل. بسبب موقع مصر بالضبط والدور اللي بتلعبه مصر. يليها اوروبا، يليها اسيا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، واحنا وصلنا او غطينا اكتر من 196 دوله في طلبات الحضور السنه دي. جميل جدا يا ساره انه عندنا منتدى يجذب بالفعل شباب العالم. مظبوط، وهو منصة فعالة حقيقي تمكين الشباب. يمكن يعني نجاحه بيزيد ورا يعني سنة ورا سنة، وحتى بنشوف إن حتى الشباب اللي بيحضر بيكون صداقات وبيبقوا على تواصل وبيبدأوا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بيهم، السوشيال ميديا الخاصة بيهم، بيتكلموا على المنتدى. فأظن ده يعني دي أكبر يمكن رسالة أو يعني يمكن أكبر شهادة كمان على قد إيه المنتدى ناجح، إن هو خلق منصة كبيرة بتجمع مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم، تمكين الشباب كلنا في مكان واحد مع صناع قرار، مع رؤساء دول بنتكلم بمنتهى الأريحية. الناس ما بيقاش في يعني أي قيود على كلامهم، بيناقشوا أفكارهم بمنتهى الحرية. ودي يعني الصورة اللي المنتدى فعلا نجح فيها، وان هو ده نجاح المنتدى من هنا. بس لو في شاب مثلا حضر المنتدى السنة اللي فاتت بيبقى من حقه انه يقدم تاني السنة دي ويجي، ولا هو ما ينفعش؟ لا لا اكيد طبعا، احنا على طول يعني احنا على طول بنرحب بالحضور وعلى طول فاتحين ابواب المنتدى لكل الناس انها تحضر. هي يمكن بس شويه يعني السنه دي عشان ظروف الجائحه، وان احنا ان شاء الله هنضطر ان احنا نقلل الاعداد بس عشان نراعي سلامه الحضور ونراعي التباعد الاجتماعي. فهندي الاولويه للناس انها يعني ايه يبقى في تنوع، لحد لو شارك قبل كده ندي فرصه او نسمح بفرصه لحد جديد ان شاء الله ان هو يشارك. ولكن ده ما يمنعش لو في حد شارك قبل كده كحضور ان هو يبقى متواجد معانا مثلا كمتحدث. ده ما يمنعش خالص. أكيد. أشكرك يا سارة، سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم. نحن في تشوق لأحداث أو لفعاليات هذا المنتدى في الأيام القادمة، وهنكون طبعا متابعينه مع حضراتكم يوم بيوم. طيب النهاردة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه رسالة طمأنة لأولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل بداية امتحانات الترم الأولاني. الوزير قال إنه ده امتحان ترم عادي في سنة نقل، مفيش داعي للجدل المنتشر اليومين دول، كل شوية يتقال إن في امتحان. طيب يعني أنا مش عارفة، موضوع سنة رابعة الأول كنا بنتكلم فيه، وبعدين دلوقتي امتحانات سنة أولى وتانية، مش فاهمة دايما الجدل بلا سبب بشأن امتحانات عادية وسنوات نقل عادية، وحتى لو هي سنة تحديد مصير زي ثانوية عامة، لماذا كل هذا الجدل رغم أن الأمور بتبقى واضحة وضوح الشمس؟ طيب معانا على التليفون الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. لماذا هذا الجدل على امتحان أولى وتانية ثانوي؟ والله أنا متعجب الحقيقة. هو امتحان عادي جدا، امتحان الترم زي ما حضرتك عارفة، سنة نقل ليست مصيرية ولا حاجة، وموضوع بسيط خالص يعني ما فيهوش أي حاجة جديدة. يعني أكيد هي فرصة للتجربة وفرصة للولاد يشوفوا نوعية الأسئلة. فكرة ان احنا يعني دايما عاوزين نقفل الامتحان ونجيب النمرة النهائية هي اللي عاملة كل اعتقد الحالة دي. انما برضو من الغرائب ان حضرتك ما تسمعيش عن امتحان خمسة وستة واولى اعدادي وثانية اعدادي اللي هي امتحانات عادية خالص بنفس الشكل بالظبط. فيعني بيبقى في حديث ساعات غريب، ما اعرفش اذا كان ده نتاج طبيعي ولا حد بيقوده، بس هو في الاخر امتحان ترم فعلا في اولى ثانوي. يعني اكيد لازم ندي الولاد فرصه يجربوا شكل الاسئله الجديده ويتالفوا معاها، خصوصا في اولى ثانوي ما شافوهاش قبل كده، وهي اسئله تقيس الفهم وما فيهاش حفظ، ومعاهم اوبن بوك ومعاهم التابلت وعليها الكتب، واسهل من زمان اصلا وكل حاجه. فطبعا في جدل كبير حضرتك تسمعي بقى ليه في اسئله مقاليه. انت عارفه بقينا نتكلم في حاجات كنا زمان لا نسال عنها خالص. احنا والله كنا بندخل الامتحان نحل وخلاص، ما بنعرفش شكل الاسئله ايه. فكره ان احنا نبقى لا وعاوزين نعرف شكل الاسئله ونوعها وتوزيع الدرجات، لانه اعتقد ان احنا الاهتمام بتاعنا الاساسي للاسف بالامتحان وبال يعني
بنروح بنجتهد من اجل الامتحان. احنا بقالنا سنين بنحاول نقول يا جماعه احنا بنتعلم عشان نعرف وعشان نعمل وعشان نعيش وعشان نكون مواطنين صالحين وكده وعندنا مهارات. بس طبعا ده بيتضاءل اللي بنقوله ده امام فكره لا انا عاوز اقفل الامتحان وبالتالي انا عاوز اعرف شكل السؤال وتوزيع الدرجه وبيفرق معايا هيبقى على ورقه ولا الكتروني، مع ان كل الحاجات دي جانبيه تماما. لانه لو بس يعني نتفق انه الطالب التحضير المناسب ان هو يفهم مخرج التعلم بتاع اي موضوع قدامه، في الحاله دي ما تفرقش معاه خالص لا توزيع الدرجات ولا شكل الاسئله ولا هو بيكتب على ورقه ولا شفوي ولا الكتروني. يعني احنا بنضيع وقت كتير قوي في حاجات. بس في بعض الاهالي عندهم حاله انه لا الولاد ما اتدربتش على الاسئله المقاليه، تخيلي حضرتك، او ما اتدربتش على استخدام التابلت. اولا الاسئله اللي على التابلت بتكون اختيار من متعدد، يعني مالتيبل تشويس. طيب مالتيبل تشويس يعني واحد بيكليك على دايره، يعني هنا ما فيش حاجة اسمها ما تدربش على الامتحان على التابلت حقيقة. يعني أي واحد في أولى ثانوي متهيألي بيستخدموا التكنولوجيا عادي جدا ليل ونهار، كل واحد عنده موبايل أصلا. لا يعني كونه مش عارف يكليك على دايرة ده يعني متهيألي قضية ببقى متعجب إن احنا بنبحثها أو إن حد قلقان منها. يعني الجيل اللي طالع كله عارف الكليك يعني على ده، يعني على كلهم على السوشيال ميديا، كلهم عندهم تليفونات. وده نفس الجدل اللي حصل على احنا ما تدربناش على البابل شيت. يعني هو البابل شيت عبارة عن شوية دوائر على ورقة بتسود الدايرة. كمية الكلام اللي على حاجة زي كده كانت عالية جدا، غالبا من الكبار مش الصغارين. يعني الطلبة ما كانوش بيسألوا السؤال ده، كانش عندهم التخوف ده خالص. فهو امتحان عادي جدا. طبعا حضرتك عارفة الامتحان ممكن نجيبه في ورقة زي طول عمرنا، يعني في شوية اسئلة اختيارية او اختيار من الحلول غير بعض، او نسال سؤال الرد عليه بيكون في صوره كتابه ما رايك في هذا، او موضوع تعبير، او ترجم الفقره الاتيه. فبالتالي مش اي حاجه جديده في الموضوع. فالناس تقول لا اصل المقالي ما انتوا شلتوه السنه اللي فاتت، مش معناه ان احنا هنشيله كل سنه. هو اللي شلناه لاسباب تتعلق باستخدام التكنولوجيا وبتفادي في سنه مصيريه بقى زي الثانويه العامه تفادي العنصر البشري. انما لو كنا بنتكلم عن التعلم لازم ولادنا يتعلموا الكتابة كويس ويتعلم الترجمة ويتعلم يكتب مظبوط. قراءة وكتابة شيء مهم جدا، إنما لو لغينا ده التقييم ما بيبقاش مكتمل. أكيد في حاجات لازم نشوف خطوات حل مسألة في الرياضيات مثلا. فبنتكلم عنه كأنه شيء جديد، مع أنه ده المعتاد طول السنين اللي فاتت، ده العادي فهو بيبقى نوع من الضغط لأنه يمكن لما نعمل كده الوزارة تاخد الحل الأسهل لنا. يعني أنا عاوز open book وعاوز multiple choice وعاوز أعرف عدد الأسئلة وعدد الدرجات. إحنا كتبنا كمان كل ده، يعني إحنا بنقول يا جماعة يبقى في جزء إلكتروني نعمله على التابلت تحطها على جنب وتكمل 70% من الامتحان هيبقى إلكتروني. يعني دي كلها قضايا تكتيكية ما تفرقش مع الطالب. يعني الطالب المذاكر مثلا جاي له 10 أسئلة 7 تابلت وبيروح حاطته وعنده ساعتين يحلهم، حط التابلت على جنب ويكمل على الورقة، مفيش قضية خالص. ناس بقى تكتب كده بقى في امتحانين، مفيش امتحانين ولا حاجة. هو الوقت المخطط لهذا العدد من الأسئلة أسمينه بالنسبة دي 7-3 بس. حضرتك عارف طبعا هيجي يوم الامتحان هيقول لك اصل السيستم وقع واصل النت وقع واصل ما لحقناش نجاوب. احنا برضو والله بصي يعني احنا قلنا طلاب المنازل اللي ما عندهمش تابلت هيمتحنوا ورقي، وبعتنا للمديريات يعني مواصفات هذا الامتحان، واي حد عنده مشكله في الامتحان الالكتروني لاي سبب برضه هيتم امتحانه ورقيا في نفس اليوم في المدرسه وما عندوش مشكله خالص. يعني القضيه مش تابلت ولا ورقي ولا سيستم، احنا بنضيع وقت في القضايا الجانبيه. القضيه الرئيسيه ان الولاد الهدف، انا كتبت والله الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو ان الطالب يعرف مستوى فهمه بنساعده لمخرجات التعلم، ويتعرف على نوعيه اسئله التقييم الجديده اللي بتقيس فهمه لهذه المخرجات، وكمان انها تدريبات مفيده في طريقه للثانويه العامه. بنقول كده ليه؟ لان احنا عارفين للاسف ان في بعض الناس هيحاولوا على التابلت يغشوا، فبنقول له على فكره احنا مش هنتتبعك ولا حاجه،
لو انت عملت كده انت بتأذي نفسك فقط وبتحرم نفسك من فرصة التعلم والتدريب اللي احنا بنديها لك. فالهدف هو فعلا ان احنا نحضر، وده بالنسبة لأي طالب مفروض يكون مؤشر انا ماشي كويس في المادة دي، محتاج اتعب شوية في المادة التانية، مش اكتر من كده. يعني دكتور طارق، هل وزارة التربية والتعليم بتستعد لتعيين مدرسين جدد؟ هل فعلا في مسابقة دلوقتي لاختيار مدرسين جدد في وزارة التربية والتعليم؟ لا لا لا، ما فيش مسابقة ولا حاجة، ولكن ده موضوع أصله كبير، موضوع متراكم من سنوات. إحنا بس يعني دولة رئيس الوزراء عمل اجتماع يضم كل الجهات اللي ممكن يعني تكون لها دور في هذا، زينا طبعا بنحدد احتياجاتنا، معنا التنظيم والإدارة، معنا التخطيط المالية، فكلنا قعدنا بنشوف المشكلة لأنها مشكلة كبيرة ومحتاجة أموال كتير ومحتاجة تفاصيل كتير. ولكن كل اللي طلع، البيان اللي طلع من الاجتماع بيؤكد ان ده على رأس اهتماماتنا يعني كدولة وكحكومة، وانه ان شاء الله نجد حل لهذه المسألة. طبعا مش هيبقى في يوم وليلة، فهيبقى تعيينات على مراحل، على عدد من السنوات، بحيث نقلل قوي موضوع عجز المعلمين. فاول ما يتبلور الحل اللي كل الجهات دي بتذاكره مع بعض هنعلمه طبعا في وقته. يعني ما فيش اي مسابقه قريب، بس عاوز اعرف المعلومه. لا، واحنا بنتكلم لسه ما وصلناش المرحله دي، احنا دلوقتي بنحدد الاحتياجات وهننفذها ازاي، وهل في موازنات وبناخد عليها موافقات، فلسه في خطوات يعني تتعمل. انما كل المهم الناس تبقى عارفاه والساده المعلمين، المفروض الدوله بتهدف انها تبدا الناس تشعر بحل المشكله بدءا من بدايه العام الدراسي اللي في سبتمبر الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. اشكر حضرتك دكتور طارق شوقي، وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. طيب، فيما يتعلق بكورونا، في جديد النهارده صحينا من النوم لقينا خبر عن أدوية اعتمدتها وزارة الصحة وتعاقدت على استيرادهم بالفعل، وإن ده هيغير بروتوكول علاج كورونا في مصر. الأدوية اللي اعتمدتها وزارة الصحة أدوية أثبتت فعاليتها في الفترة اللي فاتت في علاج كورونا، ده طبعا بيدي أمل كبير في السيطرة على كورونا ومتحوراتها، وده أعتقد أنه بيعتبر طفرة كبيرة في موضوع علاج كورونا أو في مواجهة كورونا، لأنه هذه الأدوية ممكن تبقى سهلة أن احنا ناخدها في البيت، حبوب عن طريق الفم، وده أكيد هيخفف شوية الضغط على المستشفيات. ولكن هيفضل في أسئلة، يعني هل وجود الأدوية دي اللي اعتمدتها وزارة الصحة هل هيخلينا نقلل من اعتمادنا على الفاكسينات مثلا؟ هل الفاكسين لسه ضروري بوجود هذه الأدوية؟ بصرف النظر احنا طبعا هنحاول نجيب على هذه التساؤلات، ولكنها في النهاية خطوة، وخطوة مهمة جدا في العالم كله انه يكون في أدوية حبوب كده ناخدها عشان نواجه بيها هذا الفيروس ومتحوراته. واتمنى انه يكون ظهور هذه الأدوية في الأسواق كلها عالميا، يعني بداية لان احنا نتخلص من مسرحية مؤلمة تابعنا فصول كتير منها. طيب، نروح لخبر عن بروتوكول للتعاون بين بنك مصر وحياة كريمة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمستهدفين. الحقيقة النهاردة الخبر ده خبر جميل جدا، يعني مشروع حياة كريمة اللي ماشي بخطوات سريعة ومدروسة عشان يحقق هذا الهدف الكبير اللي هيغير حياة الملايين في كل قرى مصر. مؤسسة حياة كريمة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وطبعا دي تعتبر خطوة مهمة لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأن بنك ناصر الاجتماعي حقيقة يعني ليه دور مهم جدا في المشروع ده وفي أكتر من مجال. من ضمن اللي بيعمله البنك ده أنه هيفتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن المشروع القومي للإدخار الاجتماعي، وكمان هيساعد على تمكين ذوي الهمم في قرى حياة كريمة، وهيوفر فرص عمل للأهالي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكمان المشروعات المتناهية الصغر. دي طبعاً
حضراتكم واخدين بالكم انها اكيد هي خطوات وخطوات مهمة علشان ندعم مشروع حياة كريمة، لانه فلسفة المشروع ده هي ايه؟ ببساطة شديدة فلسفة المشروع ده بتعمل على تغيير حياة الناس للأحسن، حياة كريمة، خلي حياة الناس للأحسن على كل المستويات، مش بس على مستوى المية والكهرباء والبيوت والمباني، لأنه المهم هو الإنسان، الإنسان هو المهم دايما، أنه الإنسان يبقى حاسس أنه عايش حياة كريمة، لأنه الإنسان هو محور كل المشاريع القومية اللي بنشوفها ومنها مشروع حياة كريمة. طيب خبر حزين، حقيقة خبر حزين جدا. امبارح فقدنا فنان كبير، انا عرفت الخبر ده بعد الهوى امبارح مباشرة، عرفناه من عوده اللي كان دايما محتضنه وبيعزف عليه وبيمتعنا بأحلى النغمات، عرفناه من ابتسامته الرقيقة اللي ما كانتش بتغيب عن وشه، بصوته المميز اللي فيه شجن وفيه قوة، تعرفوا من اسمه اللي كان وما زال سمة لعائلة فنية مميزة، وما تتعجبش لو هو هجر الأضواء وابتعد عن الأضواء في ترفع كده، كان عنده ترفع نبيل، وكان دايما بيردد عبارة أنا لا أنافس أحدا ولا أحب المنافسة. تعرفوا بمجرد ما تسمع اسمه المطرب والملحن الفنان الكبير الجميل أحمد الحجار ابن الفنان والموسيقار الراحل إبراهيم الحجار وشقيق المطرب علي الحجار اللي توقفت أوتاره عن العزف في مساء الرابع من يناير، صمتت حباله الصوتية مع روحه اللي صعدت إلى بارئها وترك خلفه إرثا عظيما من الألحان والأغنيات اللي كانت كده يعني رزق عظيم وحاجة جميلة جدا في الساحة الفنية. رحم الله الفنان الكبير أحمد الحجار، ورحم الله أيضا بسنت خالد، امبارح اتكلمنا عليها مع حضراتكم واتكلمنا عن قد إيه البنت ما قدرتش إنها تكمل حياتها بعد ظلم شديد اتعرضت ليه من المجتمع اللي هي عايشة فيه وتنمر عليها بسبب حد ما عندوش أي ضمير، ما عندوش أي نخوة، ما عندوش أي رجولة، حب يعكسها فما رضيتش، فقال لها إيه التناكة اللي أنت فيها دي، أنا هجيب مناخيرك الأرض، وقتلت نفسها وانتحرت بحبة غلة، حبة الغلة القاتلة دي حبة من المواد الكيميائية اللي بتتحط في الحبوب علشان تحافظ عليها من انها تتسوس. هذه الحبة القاتلة بتكون احيانا سبب لحوادث تسمم او انتحار زي اللي حصل
مع بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني، وده السبب اللي خلى النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب إنها تتقدم بطلبين إحاطة عن حبة الغلة اللي سمتها القاتل المتسلسل. النائبة قالت إنه حبة الغلة موجودة في كل مكان من غير ولا رقيب ولا حسيب، بتتسبب في موت ناس كتير، بعضهم بياخدها كنوع من التهديد بالانتحار، لكن الموت بيكون مصير مؤكد لأنه حبة الغلة دي السمية بتاعتها عالية جدا جدا. يعني مش عارفة إزاي تكون حبة بهذه السمية القاتلة، يعني في إيدينا عادي نقدر نروح نشتريها عادي. طيب معنا على تليفون دكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ مكافحة السموم بقصر العيني. أهلا بحضرتك يا دكتور. أستاذ علاج السموم. علاج السموم، أهلا بحضرتك. يا دكتور سامعني؟ في نقطة مهمة حضرتك. أنا مش سامع حضرتك يا دكتور بعد إذنك، بس ممكن تعلي صوتك، مش سامعاك. في نقطة مهمة حضرتك ذكرتيها، حضرتك سامعاني كده؟ يعني بس بقول لزمايلي بس يعلوا لي الصوت، أنا مش سامع كويس. اتفضل. حضرتك سامعاني كده؟ اتفضل. طيب في حاجة حضرتك ذكرتيها، هي ازاي حاجة زي كده بتتباع وهي فيها سمية. مش كل حاجة فيها سمية نمنعها من البيع. انت عندك مثلا الفينيك، الفينيك اللي بيستخدم ده سام. صحيح. عندك النفتالين اللي بيتحط في الهدوم ده سام. فما نقدرش ان احنا نمنع المواد الكيماويه اللي بتستخدم لغرض يخدم البشريه من التداول، خوفا من ان حد يسيء استخدامها بالاتجاه للانتحار. اللي عايز ينتحر ده ممكن يرمي نفسه من البلكونه، ممكن ياخد فينيك، ممكن ياخد اي حاجه ثانيه. واخد بال حضرتك؟ فاذا ده ليس مبرر لمنع. طب راي حضرتك ايه انه في البرلمان دلوقتي في طلبين احاطه عن حبه الغله، انه ما تبقاش يعني موجوده بلا رقيب ولا حسيب، لانها زي ما اتقال النهارده في جلسه البرلمان انها بتسبب موت ناس كتير، وان بعضهم بيستخدمها كتهديد بالانتحار. حضرتك انا مش من انصار هذا الموضوع، لان في مواد كتير مبيدات حشريه بتؤدي الى الوفاه. نعم. كتير مش هنمنع كل المبيدات الحشريه اللي موجوده. نعم. استحاله استحالة. لكن كنا نمسك في حاجة معينة نتيجة وجود حوادث انتحار، دي حاجات فردية نتيجة مشاكل اجتماعية أو نفسية عند هذا الشخص اللي بيعمل هذه المشكلة. وإذا شلتيله حبة الغلة وما بقتش موجودة هيتجه إلى شيء آخر. طب حبة الغلة دي سميتها 100%؟ يعني اللي بياخدها أكيد هيموت؟ قاتلة بنسبة 100%؟ إذا ما تلحقش في خلال 8 ساعات من بداية أخدانه للمادة الكيميائية ديت، هيبقى فرصة نجاته أقل، وبتعتمد كمان على هل هو عنده أمراض في الكلى ولا لأ، هل هو سنه كبير ولا لأ، هل الجرعة اللي خدها جرعة كبيرة ولا لأ. نلحقه ازاي يا دكتور؟ عوامل بتأثر. نلحقه ازاي؟ حضرتك قلت لو ما لحقناهوش في 8 ساعات، نلحقه ازاي؟ بيروح، لا اللي بيلحقه من خلال المستشفى، لازم يروح مستشفى لعلاج السموم، مراكز علاج السموم اللي في القصر العيني واللي في عين شمس واللي في عندها بعض الاماكن في وزاره الصحه، بيتابعوه بيعملوا له تحليل معين وبيدوا حاجات تساعد على عكس تاثير هذه الماده السامه على الجسم. مفيش اي اسعافات اوليه ممكن يعملوها في البيت قبل ما يروح المستشفى؟ مفيش اسعافات اوليه يقدروا يعملوها. في ناس بتقول لك يشرب ميه بملح والحاجات دي كلها غلط. بيقول غلط. انا سمعت ان الميه بتبوظ الدنيا اكتر. ما بقول لحضرتك غلط. فلازم يتجه اسرع وقت الى مكان من مراكز علاج السموم. دي نقطه مهمه جدا. عارفه بقى نقدر نمنع الحكايه دي اكتر بايه؟ بالوعي. ننشر الوعي بين الناس ونعرفهم مخاطرها. خلي بالك المشكله مش في اللي عايز ينتحر، اللي عايز ينتحر ده اذا انت شلتي منه حبه الغله هينتحر باي حاجه ثانيه. انتحر باي حاجه ثانيه، ما انت مش هتمنعيه، مش هتوقفي له عسكري. المشكله في اللي بيصاب بالماده ديت وهو لا يقصد الانتحار. في ناس بتتداولها بايديها، واخد بال حضرتك؟ وهذا يمكن ان يمتص من خلال الجلد.
دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا حضرتك تتكلم فيها. فده عايزين ناس بقى، ده الكلام اللي احنا نتكلم فيه. دي نقطة مهمة جدا فعلا يا دكتور. ينتحر لكن واحد يا فندم، واحد عايز ينتحر عنده مشكلة اجتماعية أو مشكلة نفسية، استحالة انك انت تمنعي المادة اللي هو يستخدمها، لكن تقدري تشتغل عليه نفسيا وطبيا عشان تظبطي له المشكلة أو تحلي له الحاجة النفسية اللي عنده. بس حضرتك بتقولي دلوقتي نقطة مهمة، إنه حبة الغلة دي لو أنا مسكتها بإيدي الجلد ده ممكن يمتصها ويعمل سمية في جسمي ويؤدي يعني ممكن للموت. لا بصي، لما نقول مسكتها بإيدي مش معنى كده إن أنا مسكت حبة يبقى أنا خلاص هموت. لا انا بتكلم على الفلاحين اللي متعودين يمسكوها على طول وبياخد كبشه في ايديه ويقعد يلفها ويفضل ماسكها في ايده على جلده. او في ناس بتدوب بعض الحاجات في الميه من المواد المبيدات بتدوبها بايديها. كل دوت بيجي على الجلد وده غلط لان بيتم امتصاصه، انه بيبقى بشكل دوري يعني بيعملوا كده كتير مش مره واحده وعدد من الحبوب زي ما حضرتك بتقول. فالجلد ده يعتبر عضو من اعضاء الجسم اللي بيمتص. دول بقى برضه الناس اللي انا دول بقى الناس اللي محتاجين رعايه وتوعيه بحيث نعرفهم، لان هو مش عايز ينتحر ولا حاجه، ده هو بيبقى اصيب وهو لا يعلم هو اصيب ليه. دول الناس اللي احنا المفروض نهتم بيهم بصراحه. حضرتك الحقيقه قلت لنا نقطه مهمه جدا، انه محتاجين نتوجه بكل من يتعامل مع حبوب الغله بالتوعيه لاكبر قدر ممكن من الناس. لازم يبقوا فاهمين انه حبه الغله دي قاتله فعلا حتى باستخدامها بالايد. شكرا دكتور نبيل عبد المقصود استاذ علاج السموم بطب قصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب اتحاد الكوره، جمال علام يفوز بانتخابات اتحاد الكرة باكتساح. جمال علام رئيسا لاتحاد الكرة، دي هي نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة. قائمة جمال علام اللي فازت خدت 109 صوت من إجمالي 116 صوت من المشاركين في الانتخابات، يعني أغلبية مطلقة زي ما حضراتكم شايفين. القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم خدت بس 6 أصوات وكان في صوت واحد باطل. القائمة اللي فازت بتضم رئيس الاتحاد جمال علام، خالد الدرندلي نائب للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، ودينا الرفاعي. طبعا احنا بنتمنى التوفيق للرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم ومجلس ادارته، وان شاء الله نشوف كده يعني يا رب كده نشوف مرحلة جديدة يكون فيها دفعة قوية لكرة القدم المصرية. طيب خبر رياضي آخر، نجمنا بقى محمد صلاح. النهاردة صورة نجمنا محمد صلاح منورة كده بتيشيرت المنتخب بتاع مصر. صلاح نشر الصورة على الانستجرام بتاعه وكتب تحتها الطريق مش سهل بس احنا هنحارب عشان نرجع بالكاس، خليكم في ظهرنا، شجع مصر. هي دي الحقيقة الروح المعروفة عن صلاح، قال هنحارب عشان نرجع بالكاس. طبعا دي أمنية كل المصريين في بطولة أمم أفريقيا عشان نكسر رقمنا القياسي في الفوز بالبطولة دي. احنا طبعا خدناها 7 مرات قبل كده، عايزين بقى التامنة، عايزين نرجع أمجادنا تاني ونشوف صلاح وزمايله وهم بيرفعوا الكاس إن شاء الله في الكاميرون. وطبعا المنتخب هيسافر الكاميرون خلال اليومين 3 اللي جايين عشان يبدأ بقى يستعد لمباراته الأولى مع نيجيريا يوم الثلاث اللي جاي 11 يناير. دعواتنا من قلوبنا لمنتخبنا عشان يعني يرجع لنا بهذا الكاس ويحقق أمنية المصريين كلهم في الفوز بالكاس رقم 8. طيب معنا على تليفون الدكتور ياسر أيوب، الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي والصديق العزيز. يا دكتور ياسر أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ إنجي، إزاي حضرتك وحشنا؟ والله وانت كمان، كل سنه وانت طيبه وكل الناس طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. النهارده كده خلاص عندنا اتحاد كره منتخب، ايه هي القرارات المنتظره من هذا الاتحاد؟ هو بداها كابتن بركات تجديد او تاكيد الثقه في كيروش قبل السفر للكاميرون، ولكن ايه بقى اللي هيعمله الاتحاد لسه مش عارفين، وهل هيبقى في صدام بين الاتحاد وبين رابطه الانديه ولا الاتحاد هيستسلم للرابطه؟
يعني لسه الايام هي اللي هتبين. احنا يعني كوسط رياضي ماذا نطلب من هذا الاتحاد المنتخب؟ نطلب من هذا الاتحاد انه يلتفت لقضايا مهمه جدا، هي قضايا الملاعب وازمات التحكيم، مش بس يعني احنا مثلا لما بنيجي نتكلم عن الكوره نفس تخيل ان احنا بنتكلم عن الاهلي والزمالك، لكن احنا عندنا درجه ثانيه ودرجه ثالثه، وعندنا مظاليم وعندنا ملاعب في يعني في حاله يرثى لها، وعندنا حكام بينضربوا في الاقاليم، وعندنا مشاكل كثيره جدا. فالاتحاد خصوصا بعد زي ما قلت لحضرتك بعد ما الرابطه اتاسست بقت هي المسؤوله عن انديه الدوري الممتاز وعن الدوري العام، اعتقد انه الاتحاد بقى مهمته الاولى هي هذه الانديه في الدرجات الادنى والناشئين والكره النسائيه. طيب عامر حسين دلوقتي عضو في الاتحاد اتحاد الكوره وعضو ايضا في رابطه الانديه، هو ما ينفعش يعني يعني ايه الحل يعني تتحل ازاي الموضوع ده؟ المفروض يختار يعني هو اللي يختار ولا لا؟ طبعا هو اللي يختار، يعني هو عايز يبقى مع الرابطه ولا عايز يبقى مع الاتحاد. وانا بس عايز اقول لك يعني خارج السياق انه الناس كلها دلوقتي هتبقى عايزه في الرابطه مش عايزه الاتحاد. ليه؟ لانه انت لما بتشيلي من الاتحاد الدوري الممتاز والاهلي والزمالك والاعلام واستديوهات التحليل والاضواء هذا الاتحاد مش مطمع لحد يعني. يعني كله هيبقى عايز الرابطه. ليه الرابطه؟ يعني ليه الرابطه مطمع؟ اللي حاصل بصي في العالم كله دلوقتي يعني احنا بنسمع بنقرا كل يوم اخبار من رابطه الدوري الانجليزي. لكن الاتحاد الانجليزي يمكن ما حدش يعرف مين هو رئيس الاتحاد الانجليزي. او يعني بيقرا اخبار عنه. فاعتقد الناس كلها عايزه الرابطه، عايزه الاضواء. لانه اللي هيشتغل في الاتحاد لو استمر هذا النظام زي ما هو موجود في اوروبا يعني هيبقى ده فعل خير يعني بيعمل خير من غير شهره. طيب دكتور ياسر ايوب الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير شكرا جزيلا لحضرتك. طيب النهارده يعني السوشيال ميديا مش بس النهارده هي بقالها يومين كده مقلوبه وبتتابع اغنيه بيغنيها طفل صغير اسمه محمد اسامه، الاغنيه اسمها الغزاله رايقه. محمد بقاله يومين قالب كده السوشيال ميديا، القنوات كلها بتستضيفه وبتسجل معاه، كل الناس بتشير الغزاله رايقه. الطفل محمد اسامه النهارده للاسف اللي هو صاحب أغنية الغزالة رايقة النهاردة للأسف دخل المستشفى بعد ما تعرض لوعكة صحية مفاجأة امبارح الثلاث. وقال مصطفى أخو محمد قال أنه أخوه اتعرض لأزمة تنفسية بعد ظهوره في لقاءين تلفزيونين للتحدث عن أغنية الغزالة رايقة، الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو والفيلم من إخراج بيتر ميمي. طبعا اضطر امبارح محمد انه يعملوا له جلسات بخار علشان يقدر يتنفس، وكان هو بقاله يعني فتره سعيد جدا بردود الافعال بتاعه الجمهور على اغنيته الغزاله رايقه، وهي من كلمات منى عدلي القيعي والحان ايهاب عبد الواحد توزيع احمد طارق يحيى، والفيلم من بطولة الفنانة منى شلبي، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الطفل يوسف صلاح اللي هو بيبان انه بيغني الاغنية بس الحقيقة هو محمد اسامة اللي بيغني، الفنان كمان محمود حافظ، الفنان محمد محمود. الحقيقة الجميل محمد اسامة احنا بنتمنى له الشفاء، مصر كلها سمعت الاغنية وحبت صوته جدا جدا في هذه الاغنية وانتشرت كده انتشار سريع. خلينا نطمن عليه من اخوه مصطفى. يا مصطفى، مصطفى اسامه اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طمنا على محمد. اه الحمد لله بخير وكويس دلوقتي حاليا وبقى زي الفل يعني. محمد عنده كام سنه يا مصطفى؟ عنده 11 سنه. وحضرتك؟ انا عندي 23. 23 سنه. هو ايه اللي حصل؟ انا بكح من اول ما سمعت انه مش قادر يتنفس من قبلها بشويه يمكن كمان. قول لي هو ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني احكي لي ايه اللي حصل امبارح. هو جه بالليل وهو نايم قاعد كحه شديده وحاسس ان صدره كاتم عليه ومش قادر يتنفس، فروحنا بيه المستشفى.
فلقوا انه عنده احتقان بسيط في الزور، عنده زور بسيط يعني، وعملوا له جلسات بخار لصدره وادوا له كورس مضاد حيوي وحقن، وقعد بالظبط ساعة في المستشفى أو ساعة ونص، وبعد كده قاسوا له الحساسية اللي على صدره قالوا تمام يقدر يخرج، وخرج الحمد لله ونام، والحمد لله صحيح النهارده كويس يعني أحسن بكتير من امبارح، وماشي على الكورس العلاج اللي الدكتور كتبه له يعني. يعني النهارده انت بتطمننا محمد زي الفل يعني، خلاص على بكره بعده كده يبقى تمام يعني الحمد لله يعني، هو بكره تمام يعني، بكره يكون ان شاء الله تعافى تماما يعني. طيب ان شاء الله نتابع معاك ونطمن على محمد، وشكرا جزيلا ليك يا مصطفى. الحقيقه يعني 11 سنه عمل مجهود كبير الايام اللي فاتت، طلع في اكتر من لقاء تلفزيوني، الجو بقى له كام يوم يعني صعب جدا، مش سهل بصراحه، شويه برد. هو صورة محمد هي معانا على الهواء وهو في المستشفى مركب جهاز التنفس. اتحسدت يا محمد والله، محمد صوته جميل جدا جدا، والغزالة بتاعته ما بقتش رايقة، بس لا ان شاء الله تبقى رايقة يا محمد، وكده ترجع تجلجل كده بصوتك الجميل كده. انا سمعته يعني، مش بس الاغنية سمعته وهو بيتكلم، جميل جدا جدا، وكان عنده احلام وعنده طموح، ويعني بدأ فعلا من تحت الصفر لغايه ما بدا يوصل كده في الطريق الاولاني لتحقيق حلمه. اعتقد ممكن محمد ده يبقى واحد من مطربينا الكبار في يوم من الايام يعني، بس ان شاء الله تبقى دايما غزلته رايقه. طيب النهارده عندنا ايه في مصر جديده؟ النهارده معانا فقره مهمه ودسمه كلنا هنستفيد منها، بس قبل ما اقول احنا معانا ايه وفقرتنا عن ايه، عايزه اقول اننا في الحقيقه انا وزمايلي دايما قبل كل حلقه واحنا بنقعد نفكر مع بعض، نقعد نفكر ونشوف احنا هنفيد المشاهد بايه النهارده، هيقوم بعد الحلقه هو مستفيد من البرنامج ده ولا لا، عشان كده بنبقى حريصين جدا على اختيار الاخبار بتاعتنا بدقه، وانها كل خبر بنقدمه بيكون يفيد المشاهد في المقام الاول. مش بس كده، واحنا بندور على ضيوف البرنامج ممكن ازاي نفيد جمهورنا، ازاي نديله معلومه صحيحة، معلومة دقيقة، عشان مش دايما الترند بيفيد الناس، مش دايما الترند بيهمهم أصلا، ودي مسؤولياتنا احنا يعني، قررنا ان احنا نحطها على نفسنا، ما بنجريش دايما ورا الترند يعني، لو في حاجة ترند احنا بنجيبها من منطلق انه الناس اتكلمت عنها، مش عشان نركب الترند، بس الناس اتكلمت عنها احنا مش هينفع نكون بعيد عن كلام الناس، ولكن احنا بنحب جدا نقدم لحضراتكم اللي بيفيدكم، مش اللي منتشر وخلاص، اللي هو اي حاجه والسلام يعني. دي مسؤوليه مش سهله على فكره. انا النهارده بقول كده ليه؟ لانه الجري ورا الترند بقى بزياده شويه اليومين دول، الكل بقى بيدلي فيه بدلوه من غير ما يبقى عارف اي حاجه عن اي حاجه. ارجع بقى لضيف حلقتنا النهارده وهو الدكتور جمال شعبان، استشاري امراض القلب وعميد معهد القلب السابق. الدكتور جمال محبوب جدا، شاطر جدا جدا جدا، ليه جماهيريه رهيبه على السوشيال ميديا، هو الحقيقه بيحاول يقدم استشارات طبيه كتير جدا من خلال تفاعله مع الجماهير وتفاعل الجماهير معه على السوشيال ميديا. هفتح مع الدكتور جمال ملفات طبيه كتيره جدا، انا متاكده ان حضراتكم هتستفيدوا منها، وانا اكيد هستفيد منها شخصيا. اساله، انا بكح بقالي كتير مش راضي اخف. لكن قبل ما نروح لدكتور جمال شعبان، اوقات بيكون عندنا نماذج كتير بتحتاج ان احنا نسلط الضوء عليها، خصوصا لما بتكون تجارب يمكن لو نقلناها ونفذناها وتم تعميمها في اماكن كتير هنطلع بنتائج حلوه جدا. الكلام ده بينطبق على أقدم وأعرق مدرسة في مصر، تخيلوا، هذه المدرسة في حي شعبي من أحياء القاهرة، وهي مش مجرد كده منشأة تعليمية، ولكنها نموذج متكامل لحالة التكافل المجتمعي، جمعت جميع الطبقات بتاعة المجتمع، والكلام ده من أكتر من 150 سنة. كمان كانت نموذج للوحدة الوطنية، طلابها نصهم مسيحيين ونصهم مسلمين. كمان قدمت المدرسة دي نخبة من الشخصيات السياسية على مدار تاريخها، تخيلوا، هذه المدرسة خرجت 6 رؤساء وزارة، 6 زي ما حضراتكم سامعين كده، 6 رؤساء وزارة: إسماعيل باشا صدقي، عبد الفتاح يحيى باشا، علي صبري، دكتور عبد المنعم القصيوني، لواء ممدوح سالم، مهندس إبراهيم محلب،
وكمان دكتور عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين. وكانت هذه المدرسة نقطة الانطلاق والشرارة الأولى لتطبيق مجانية التعليم في مصر. المدرسة دي أتاحت الفرصة لأبناء الفقراء أنهم يلتحقوا بالتعليم. أقدم مدرسة في مصر صممها المهندس اللي صمم برج القاهرة. تعالوا مع بعض، أنا متشوقة أشوفها معاكم، نشوف حكاية أقدم مدرسة في مصر. عشرات المؤسسات التعليمية في مصر يتجاوز عمرها دولاً كثيرة، واليوم نحن في أقدم مدرسة نظامية بمفهومها الحديث، مدرسة دولاسال، إحدى مدارس الفرير، والتي تأسست عام 1858 بعد أن أهدى الخديوي سعيد باشا أرضها إلى الإخوة الرهبان ليؤسسوا أول مدرسة لهم بالقاهرة في حي المسكي. هو كان رهبان فرنسيين مؤمنين برسالة التربية والتعليم، وقوم لإنشاء المدرسة هنا في الظاهر. بعد كده سنة 1956 اكتملت المدرسة بمباني جديدة يعني. والمبنى القديم اللي هو من 1893 ده ما يعتبر مبنى أثري، الباقي المدرسة لا. فإحنا لو في أي ترميم أو تجديد طبعاً بنحافظ على المبنى على التراث زي ما هو تماماً. بدون أي تعديل. المباني الحديثة للمدرسة صممها أحد أبنائها، وهو المعماري المصري العالمي أنطوان نحاس، الذي صمم أيضا برج القاهرة، وعاونه في ذلك الإنشائي الشهير نعوم شبيب، وهو ابن المدرسة أيضا. واعتبر مبنى المدرسة أثرا لمرور أكثر من 100 عام على تشييده، والذي يحافظ على طرازه المعماري حتى الآن. وقد خرج شخصيات وطنية وسياسية بارزة، بينهم ستة رؤساء حكومات مصرية سابقون، وهم إسماعيل باشا صدقي، عبد الفتاح يحيى باشا، علي صبري، الدكتور عبد المنعم القيسوني، اللواء ممدوح سالم، والمهندس إبراهيم محلب، إلى جانب الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق. كم من الوزراء كبير جدا موجود حاليا معنا، دكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية، وسواء باشا فهمي في وزارات سابقة فيه كتير جدا، مش بس وزراء لا، في مراكز ومراكز علمية كتيرة جدا. ليه؟ لأن مستوى التعليم عندنا مرتفع. إلى جانب الشخصيات السياسية والوطنية، خرجت المدرسة الأعرق في مصر علماء وباحثين كانوا الأوائل على الثانوية العامة في البلاد على مدار تاريخها، وحصلوا على بعثات جامعية في باريس، ليصبحوا أيضا هناك من أوائل الجامعات، ليحفروا اسم مصر بأحرف من نور في أقدم الحضارات الأوروبية. وهو ما يفتخر به أيضا هؤلاء الخريجون الذين شكلوا رابطة خريج المدرسة رغم تخطي أعمار بعضهم 80 أو يزيد. الجمعية العمومية بتاعتها كل الخريجين بتوع المدرسة أو مجموعة مدارس القاهرة اللي هي الخرنفش والظاهر وباب اللوق وشبرا ومصر الجديدة كانت موجودة زمان، بهدف خدمة المدرسة والعملية التعليمية فيها. رغم جودة التعليم الذي تقدمه، فإنها تعد أول مدرسة تطلق شرارة مجانية التعليم في مصر. فكما تضم أبناء النخبة، فإن أبناء الفقراء بلغوا من النبوغ ما أهلهم لتبوؤ أعلى المناصب والدرجات العلمية. ولا عجب في ذلك عندما تجد هذه الكنيسة في فناء المدرسة التي رسخت فيهم قيم الالتزام والانضباط بوصفها دار عبادة تحض على الأخلاق وتشجع على الأخذ بأسباب التفوق. أساساً إحنا مثلاً حالياً عدد الطلاب 50% منهم مسيحيين و 50% مسلمين. إحنا ما فيش عندنا أي تفرقة أو أي تمييز، بل بالعكس إحنا بنعتبر جزء من رسالتنا إنه نخلي جميع
أولاد المجتمع يتعايشوا مع بعض ويتعودوا يعيشوا مع بعض. قامات سياسية وتاريخية وعلمية قامت بزيارة المدرسة، وكثير من طلابها التقوا هذه القامات في مناسبات عدة، وهكذا شكلت المدرسة الأقدم في مصر على مدار تاريخها جسراً للتواصل بين الأجداد والآباء والأحفاد. لعقود مضت وأخرى قادمة يظل هذا المكان ملتقى للماضي الحاضر والمستقبل، ويجمع العلم والتاريخ، وتشهد أروقته على عراقة مصر وحضارتها وعظمتها في كل وقت وحين. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC. حضراتكم من جديد في مصر جديدة. ما تزعلوش، كلمة من القلب للقلب ونصيحة غالية جدا من عالم كبير في جغرافيا القلب، عالم رسم خريطة دقيقة لأسلوب حياتنا عشان نعرف نحافظ أو نعرف أسرار الحفاظ على العضو الأهم في جسم الإنسان، القلب. ما تزعلوش، وصفة صحية من دكتور خبير في مداوات القلوب، وده المسار اللي اختاره لنفسه لما قرر انه يدرس الطب. كان بيدور على ايه هي الطريقة اللي يحافظ بيها على حياة الانسان، ولقى هدفه في القلب اللي هو العضو المسؤول عن تغذية 100 تريليون خلية في جسم الانسان. زي ما قال لنا قبل كده، كان متأكد انه العلم هو المفتاح لاكتشاف وتشخيص وعلاج امراض القلب، فكون ثروة من المعارف العلمية الواسعة، صرف الثروة دي كلها على علاج مرضاه. لكن بعد رحلة العمر الطويلة في مداوات القلوب العليلة، اكتشف انه كون ثروة اكبر بكتير من محبة القلوب، ثروة لا تقدر بثمن. عشان كده لما نسمع عبارة سفير القلوب أو طبيب الإنسانية، هنعرف على طول أننا بنتكلم عن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة وعميد معهد القلب السابق. منورنا يا دكتور في مصر جديدة. ده نورك يا أنور، ما أنت أنور بقى، خلتني في منورة. يعني أنا مبسوط أن أنا مع حضرتك، يعني مذيعة لامعة وعريقة من الجيل الذهبي للإعلام المصري. وما زلت متألقة الحمد لله، ولكي بصمة في قلوب ناس كتير. أشكر حضرتك، ده مهم. يعني أنا بداوي القلوب كويسة. طبعا مهم، ما هو القلب الناس كانت فاهمة أنه هو مضخة عضلية صماء، يعني يقوم بضخ الدم واستقبال الدم. لا، ده فهم خاطئ وقاصر وتهميش وتقزيم لدور القلب، اللي هو يعتبر المخ الطرفي. حسب اعتقاد كثير من العلماء بيسموه المخ الطرفي، لدرجة بيقولوا عندنا 3 أمخاخ: المخ الأولي أو البرايمري اللي هو في الجمجمة، المخ الثاني اللي هو في القلب، المخ الثالث ده في الجهاز الهضمي اللي هو الميكروبيوم. لذلك هتلاقي الأحاسيس والمشاعر والخوف والقلق والزعل وأحيانا للفرح الشديد تطرف المشاعر ممكن يعمل مشكلة في القلب، والزعل بيكسر القلب. ده مش كلام نظري ولا استعارة. أنا حضرتك كاتب كده إنه الـ 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 ممكن في حاجة اسمها متلازمة كسر القلب. القلب المنكسر أو المكسور. القلب المنكسر أو المنكسر. يعني ده فعلا ده حقيقة بالضبط، ده مرض. وشفنا ناس كتير، أنا لسه بيقولوا لي عم اللي هي حضرتك كنت تتكلمي على بسنت، اللي هي ضحية المجتمع من الجلادين اللي بيتسرعوا بحكم الناس، حصل لها تنمر وتهديد وابتزاز وتشويه وتشهير. الإفك، أنا النهاردة كتبت بوست يمكن في هذا الصدد، قلت إن الإفك يعني عريق في المجتمع بتاعنا منذ أيام النبوة. يعني أم المؤمنين عائشة، صحيح، ما حصل بالضبط اتهموها، لكن براءتها نزلت من فوق 7 سماوات. لكن الغلبانة دي محيطة أو محاطة بمجموعة من الجلادين لم يرحموها فلم تثبت براءتها، وعشان كده لازم يبقى في قصاص من هؤلاء الذين جاءوا بالإفك. الزعل سمعت إن عمها مات من الزعل بعد 3 أيام، يعني أخيرا قلبه تحرك، فالزعل موت عمها. النهاردة قريت إن عمها قلبه انكسر زعل عشانها، فمات النهاردة أو امبارح. المهم ان الزعل فعلا بيكسر القلب،
دي حقيقة. وأنا شفت ناس كتير، يعني أنا كنت بعمل دعامات لمريضة وكانت لابسة أسود وزعلانة، فبقول لها مالك؟ قالت لي زعلانة. قلت لها ليه؟ يعني ابنها حصلت له مشكلة، فبعد شوية خطبته بعد ما هو كانت قبض عليه، تاني يوم جالها أزمة قلبية وماتت عندها 25 سنة من الزعل على خطبها. هي قلبها انكسر، جت ركبت 3 دعامات 4 دعامات. فأنا بقول الكلام ده من واقع خبرة حياتية يومية، بشوف حالات قلبها انكسر. كلمة كبيرة صح؟ وشفنا ناس كتير. يعني بص حضرتك، في طالب في الثانوية لما واجهوه كان مش عارف العاشر من رمضان اللي في مدينة العبور، وكان جاي من الصعيد يشتغل، اتصلوا بيه يوم نتيجة الثانوية بيبلغوا بالنتيجة بتاعته، وقع مات. ما عرف النتيجة بتاعته، كان متخيل انه هيجيب مجموع كبير، لقى نفسه جايب 40% تقريبا، فوقع مات. فكروه مغمى عليه لقوه ميت. حالات كتيرة كل يوم بنشوف احنا على السوشيال ميديا، اللي هي اصبحت يعني ديوان الحياة المعاصرة. ناس كتير ماتوا نتيجة الزعل او صدمة عاطفية. طب ايه الزعل؟ ايه اللي بيخلي الزعل يأثر على القلب؟ احنا قلنا القلب المخ الطرفي. طب قالوا عليه ليه المخ الطرفي؟ لان فيه اكتر من 40,000 خلية عصبية، بينما اللي هو يحتاج بس فيلمنت، يعني شريط عصبي او خيط عصبي واحد. ايه اللي جاب كل هذا الكم الهائل من الخلايا؟ عشان في وظائف تانية، في ذاكرة للقلب او ذاكرة للخلية القلبية، وفي احتفاظ بالمشاعر، وفي انفعال مع المشاعر، وفي تأثير على عضلة القلب نتيجة المشاعر. فالخوف الشديد، القلق الشديد، الهلع الشديد، وبذلك وبالذات لو كان صادم ومفاجئ، ممكن يؤدي الى توقف القلب وحدوث البروكن هارت سيندروم. الخوف المفاجئ او الزعل المفاجئ. يعني عاده الزعل التدريجي يمكن يعمل ضيق في الشرايين وتصلب في الشرايين وتيجي ازمات بس بالتدريج، انما الصدمه ممكن تعمل فعلا صدمه قلبيه وانكسار قلبي، ويمكن ما يلحقش يروح المستشفى. يعني ساعات بتبقى من هول الصدمه القلب بيحصل له زي شلل، بيطلع كمية بيسموه أدرينالين ستور، عاصفة من الأدرينالين، ده هرمون الغضب والزعل. فبيخلي في حتة تنقبض وحتة تبقى ريلاكسد كأنها بارالايزد مشلولة. يعني القلب اللي هو المفروض ينقبض وينبسط يتوقف كده، بقى يحصل له شلل من كمية الأدرينالين يتوقف. أحيانا بننعش هذا القلب ونقدر نرجعه تاني. الغريب في الحالات دي بقى ان دي لو دخلت تعمل قسطره بتلاقي الشرايين سليمه، لان هو المشكله مش في الشرايين، المشكله كميه الادرينالين اثرت تاثير مباشر على عضله القلب. في ناس بتزعل بقى يجي لها جلطه في الشريان التاج. يعني برضو لقينا ناس كتير بمر عليهم مثلا في الاعلام وكذا، ايه يا ابني اللي حصل؟ اصلا انا زعلت مش عارف ايه، فحسيت بوجع في صدري، فرحت فلقيت الايه رسم القلب كده جلطه في الشريان التاج. واحد اتحرق دمه جاله السكر، السكر بتاعه عالي. واحد من الزعل اقول له انت امتى بدا الضغط بتاعك يعلى؟ يقول لي انا كنت زعلان جدا ونمت وانا زعلان وصحيت لقيت الضغط بتاعه ما بينزلش من ساعتها. فالزعل يعلي الضغط، الزعل يجيب جلطات، الزعل يكسر القلب، الزعل بيعمل القولون العصبي، ناس كتير عندها القولون العصبي، الزعل بيقلل المناعه وبيقلل المقاومه ضد كورونا اللي احنا كلنا لسه ما زلنا في ظلال كورونا، لم تتعافى البشريه ولم يتعافى كوكب الارض بعد من ظلال هذا الشبح الجاسم على صدر البشريه. بس احنا النهارده بدانا نسمع عن حبوب، الموجه الرابعه انكسرت عندنا الحمد لله. وعن حبوب ممكن ناخدها لعلاج. طبعا هو كورونا. يعني كل اللي حصل، يعني المولى عز وجل شاء ان يرسل الرساله من خلال كورونا، وانا بعتبر ان العالم بعد كورونا لن يكون مثل العالم قبل كورونا، مش بس سياسيا وانسانيا لكن طبيا وعلميا. كميه الفتوحات العلميه اللي حصلت والرجوع للبيزك ميديسن، احنا في فتره من الفترات ايه البيزك ميديسن؟ الطب اللي هو بتاع العنايه المركزه بقى، وازاي الواحد يقعد مع العيان ويظبط له الاكسجين والتنفس. كان الطب دخل مرحله الطب الاستعراضي. يعني تخيلي حضرتك مثلا في سنة 2008 في أمريكا كنا في مؤتمر وتم علاج مريض نايم في ميلانو عن طريق الأقمار الصناعية بالريموت كنترول. يعني عملية عملت بالريموت كنترول على مسافة 4000 ميل. حتى كتبوا The First Transatlantic Heart Procedure، أول عملية قلب عابرة للأطلنطي عن طريق الأقمار الصناعية والريموت. الدكتور اللي في إيطاليا حط للعيان بس القسطرة في رجله، اللي قاعد قدامنا في أمريكا كانوا بيلعب بالبلاي ستيشن بقى يحرك وعمل العملية كلها. ده فعلا؟ فعلا ده بقى بيسموه بالستيريو تاكسس، بالريموت كنترول. في معالجة بالريموت، بالريموت في معالجة بالريموت كنترول دلوقتي. عمليات عن بعد. فده اسمه الطب الاستعراضي.
بس يعني خلاص ما فينك الطقم اللي هناك يعمل العمليه، بس فيها استعراض، فيها فلوس كتير بتتصرف. اكتشفوا بعد هذا الطب الاستعراضي ان هم يعني متاخرين جدا، ما عندهمش وسائل الوقايه، ما فيش ماسكات، ما فيش اجهزه تنفس صناعي كافيه، ما فيش اطقم عنايه مركزه مدربه، ما فيش كميه اكسجين كفايه. يعني في بلاد عظمى في الطب حصل خلل في المنظومه الطبيه بتاعتها نتيجه كورونا. فكورونا بيعيد ترتيب الاوراق، وكورونا بيعطينا الدرس، تلو الدرس، مش بس الدرس اللي هو في الطب، ايضا الدرس في الاخلاق. يعني بلد محدودة الموارد زي مصر ظهر نبلها وتم تصنيفها تصنيف أعلى. لما مصر تودي مثلا كمامات ووسائل وقائية لإيطاليا والصين وأمريكا في الوقت اللي كان صعب فيه جدا إنها تعمل كده، ده في الوقت اللي كان فيه بلاد أوروبية بتعمل قرصنة على السفن اللي رايحة البلاد تانية فيها الحاجات، الماسكات والكمامات والكحول، هم دولات اللي بيقولوا عليهم العالم المتحضر. فهو كورونا أظهرت معدن هذا الشعب الأصيل. أيضا التكاتف اللي حصل من جمعيات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الاتجاه الرسمي أو الجهود الحكومية الرسمية في السيطرة على كورونا داخل المستشفيات أو في العلاج المنزلي، في العزل المنزلي. وحضرتك شفت كمية ناس دي كنا بندي لهم استشارات عن طريق السوشيال ميديا ونقعد نوعيهم. حضرتك بصراحة يعني كنت معركة الوعي، أنا شايف أن كنت قايم بدور كبير جدا. معركة الوعي كانت يعني على قدم المساواة مع المعركة اللي هي بتاعت المواجهة المباشرة في مستشفيات العزل، دي أنا بعتبرها دي الجبهة الأولى، يعني خط الدفاع الأول. حتى لما اللقاح بقى في حملة مضادة ضده برضو قعدنا نفهم الناس فوائد اللقاح وأهميته، وبقينا نروح بنفسنا ونتصور وإحنا بناخد اللقاح عشان نشجع الناس. شفت الناس حضرتك أول امبارح تقريبا الجرعة بتاخد الجرعة التعزيزية التالتة. والجمال بقى في الجرعة التالتة ان هو بيديكي نوع تاني غير اللي انت خدتيه، يعني مثلا اللي خد الصيني ممكن ياخد بقى حاجة تانية، فايزر او الروسي وهكذا، عاملينها بطريقة معينة. الحقيقة بصي المجهود اللي اتعمل في مصر كورونا لازم نوجه التحية، وعلى رأس هذه المجموعة طبعا فخامة الرئيس اللي كان ماسك الملف بنفسه وجاب مستشار خاص خبير في الأمراض الصدرية اللي هو البروفيسور عوض تاجر الدين، دكتور محمد عوض تاجر الدين، أيضا الدكتور مصطفى مدبولي أكيد كان رئيس أزمة كورونا، ده كان كل أسبوع يقعد هو ماسكها، يعني ما عندوش حاجة غيرها. فالحقيقة كان في مجهود كبير جدا. برضو لا نبخس اللي هو المجهود بتاع الجهات اللي هي الشعبية والمجتمع المدني، الناس ساعدت ناس كتير جدا في العلاج في المنزل في أزمة كورونا. والحقيقة دكاترة كتير حتى في مستشفيات صغيرة كانوا عملوا يعني ملاحم جميلة يعني، وشفنا قصص رائعة بطولية بصراحة. وأنا من هذا المنبر الجميل البرنامج بتاعك الرائع في مصر جديدة حلوة عايزينها نطمح إليها، يعني بنوجه التحية لأسر هؤلاء الشهداء، فعلا شهداء الجيش الأبيض وأبنائهم اليتامى اللي هم فقدوا ساعات يعني كانوا صغيرين. يعني أنا يمكن بكيت بالدموع شباب صغير مات 29 سنة و 30 سنة ولسه الطفل بتاعه سنة وسنتين وما عنش أي حاجة. الدكتور اللي فقد بصره واللي فقد بصره ده يعني قابلته مرة، كنت طالع مع يوسف الحسيني في القناة الأولى في البرنامج بتاعهم اللي هو التوك شو بتاعهم اللي هو التاسعة مساء، وبصراحة لمس قلبي لما شفته برضو وقعدت معاه. أنا يعني أزعم أني برضو كان ليا دور أن أنا اللي وصلته للقصة بتاعته الدكتور مصطفى ودخلوه المركز الطبي العالمي، والرئيس بعت له مندوب مخصوص أخباره إيه دلوقتي واهتموا بيه وعملوا له وظيفة. لا هو الراجل يعني الدولة ما يعني ما أخرش عنه خالص وتخصصت له شقة بعد ما الرئيس قابله وكرمه. ولكن هو طبعا عمليه صدمه نفسيه رهيبه، يعني طب. عايز قوه روحيه، وانا حتى كنت اقول له يا حبيبي لازم القوه الروحيه، انت يعني عديت من الصدمه الاولى، ناقص بقى الصبر عند الصدمه الثانيه لما تيجي تلاقي نفسك قاعد لوحدك في البيت. وانا نفسي يطلع هو من الحته اللي هو زنق نفسه فيها، يطلع بقى من البيت ويبدا ينخرط، وهيبقى يعني ايقونه حلوه في الوقاية من كورونا وأيضا في التوعية الطبية. طيب نستغل الكلام عن كورونا قبل ما أرجع للقلب، لأني هتكلم النهاردة كلام كتير جدا عن القلب وأسئلة كتير عن القلب. إزاي أقي نفسي من كورونا؟ أنا عارفة أنه الكمامة والتباعد الاجتماعي وأن أنا أغسل إيدي كل شوية. لو أنا حسيت أن أنا خلطت مريض أو داخلة مكان زحمة، هل في دواء معين أخده أو أعمل حاجة؟ هو يعني كان في حاجات كتير طرحت، لكن أنا عايز أقول وأنا بحرك على هذا السؤال الجميل، اللقاح طبعا مش عايز الناس تفضل واخده هذا الانطباع السلبي عن اللقاحات.
اللقاحات يا جماعه اتعملت ايمرجنسي يوز وايمرجنسي ابروفال وكان طوارئ وكده، لكن في مجهود علمي رصين بذل فيها، فلازم نقدر الناس اللي تعبت وانتجت هذه اللقاحات. طب فاللي ما خدش الجرعه الاولى يبادر بالجرعه الاولى، اللي ما خدش الثانيه يبادر بالثانيه، واللي خد الثانيه يكون في انتظار لو هيطلبوه عشان الثالثه، لان هم برضو مش بيدوا الثالثه لاي حد، بيشوفوا الاطقم الطبيه، الناس اللي هم الفولنربل جروبز اللي عندهم سكر، عندهم القلب، اللي عندهم كذا، دول اللي بيدوهم الجرعه الثالثه المعززه. فيبقى اول حاجه اللقاح. ثاني حاجه المناعه منهج حياه، يعني مش بس مجرد التباعد، لازم يبقى عندي نمط غذائي صحيح، نمط رياضي صحيح، انام وقت كافي من الساعات، اتوقع الزعل والتوتر والقلق، واحنا بنقول الزعل بيقلل المناعه، اتعرض فترات كفايه للشمس والهواء الطلق والخضره وكده، ابتعد عن التدخين والكحوليات بقدر الامكان، اراعي نسبه فيتامين د. كل الحاجات دي، الست حاجات دي تقريبا، هم دول مفاتيح المناعه المستمره، بالاضافه بقى الى الاجراءات الاحترازيه المؤقته، ان انا احاول التباعد بقدر الامكان، الكمامه بقدر الامكان، لو ما عنديش مشوار مهم وضروري في مكان أروح. مش لازم اروح يعني الحاجه اللي تخلص اونلاين او تخلص بالتليفون مش لازم اروح بنفسي، لغايه ما العالم كله يعلن انكسار هذا الوباء اللي هو يدخل عامه الثالث، وان شاء الله يعني انا توقعاتي ان الاوميكرون اللي هو المتحول الاخير باذن الله وهو الاضعف على فكره، والنهارده كان في تقارير ان هو ما بيعديش الحنجره يعني اخره، ونسبه الاصابه في الرئه فيه قليله جدا، فهو وان كان الاكثر انتشارا الا انه يعني لما تمدد زي اي جيش بيتمدد ويتوسع بيضعف، فهو اتمنى يكون هذا المتحور بدايه النهايه لهذا الوباء الجاسم على صدورنا من 3 سنين. متوقع؟ متوقع؟ ان شاء الله يمكن في نص 22، بس يعني نكمل اللقاحات يعني، لان هو هيبقى في بروسيدور لاعاده الفتح، هم هيشوفوا البلاد نسبه اللقاحات. يعني حتى برضو حضرتك فكرتيني لما حصل المتحور في جنوب افريقيا وقال لك اصل جنوب افريقيا 40% بس او اقل اللي خدوا اللقاح، بيقول لك اصلا هو طلع من امريكا اصلا بالظبط، فيعني يعني انت بتتكلم على ان طب انت فين التكاتف بتاعك مع بلاد افريقيا في اللقاحات، يعني انت مثلا زعلان ان مش كله خد اللقاح، طب طلع اللقاحات بقى، طلعها فري يعني، دي نداء للعالم الاول. كيسنجر كان قال كلمه حلوه قوي، قال وزير خارجيه امريكا فتره من الفترات طبعا 96 سنه كبير داخل على القرن من زمان، بيقول لهم هو تفتكروا ان انتوا هتعدوا بمعزل عن العالم، لان العالم لاول مره كله بالشمال والجنوب، العالم الاول والثالث، المتقدمين والناهضين او النامين كلهم بيجابهوا عدو مشترك واحد مايكروسكوبيك مجهول غير مرئي، ودي حدث فريد في تاريخ البشريه. الحدث الوحيد المماثل كان من 100 سنه اللي هو الانفلونزا الاسبانيه، ودي قعدت برضه حوالي 3 سنوات وقتلت ملايين اكتر، لان ساعتها كان الطب بدائي قوي، ما كانش في حتى مضاد حيوي. فاحنا نعتبر بالمقارنه بالوباء بتاع القرن العشرين اللي في اول القرن العشرين محظوظين جدا. عندك طب على اعلى مستوى، عندك لقاحات يعني انتجت في وجود ده حاجه اعجاز يعني. يا رب احنا بنشكرك وتلقينا الدرس، بس يعني ندعوك ان ترفع البلاء والوباء والداء والغباء. هتقولي طب ايه اللي جاب الغباء؟ ما هو الغباء ده هو القاسم المشترك القاسم المشترك في كل حاجه. يعني هو الغباء احيانا بيكون في التصرفات يعمل السبريد بتاع كورونا، واحيانا غباء مننا غير مقصود، يعني انا مش عايز اضر حد او اتنمر على حد او اذي حد بالكلام، لكن لازم يبقى فيه حصافه في اسلوب الحياه عشان تنجو من كورونا. في ناس لما تقرب منك وهي مش لابسه الماسك، يعني انا مثلا يعني ما بقدرش البسه وانا بشتغل لان انا على الهواء، لكن بيبقى في ضروره ان انا مش لابسه، ولكن في ناس عادي مش لابسه وما عندهاش مشكله. في ناس مش معترفه بكورونا. يعني انا بتعامل مع ناس، يا دكتور انت مصدق؟ طب يا ابني والناس دي ايه والتحاليل؟ يا دكتور ده حاجات دعائيه. في ناس لغايه دلوقتي مش معترفين ان في كورونا، هتقولي له بقى البس ماسك؟ وفي حتت في مصر اللي بيلاقوا لابس كمامه يقول لك ده عيان ابعدوا عنه. فيعني بعتبر ده واحد فرفور اللي لابس الكمامه ده. انا ما بلبسها طبعا، يعني بيتبص لي بصه كانه يعني انا جاي من عالم مغربي. انت لسه مصدق ان في كورونا؟ فهو عشان كده بقول التوعيه ومحو الغباء ومحو الجهاله، يعني العلم ده مفتاح النجاه والنجاح في كل المواجهات. خليني ارجع للقلب. طبعا هو فعلا لما حد يزعل ممكن يحس بنغزه في قلبه، يعني لو جت نغزه كده في القلب يعني ايه النغزه دي؟ الزعل زي ما بقول لحضرتك بينشط هرمونات الغضب والزعل.
فممكن يسرع نبضات القلب. تبص القلب مثلا مكان المعدل بتاعه 90 او 100 يبقى 110 120 تاكيكارديا خفقان. فده انكريس ديماند، يعني ده تحميل زياده على القلب، فممكن الواحد يحس بوجع زي الذبحه الصدريه. احيانا الزعل يعمل انقباض في الشريان التاجي فيعمل برضه زي وجع بتاع الذبحه الصدريه. لو الزعل جامد قوي زي ما بقول لحضرتك ممكن يعمل ادرينالين بكميه عاليه، عاصفه من الادرينالين تؤدي الى شلل مؤقت في القلب ويبقى وجع رهيب جدا. قلب الراجل غير قلب الست في الحته دي. طبعا الناس فاهمه ان قلب الست ضعيف، لا قلب الست قوي جدا يعني فعلا. قلب الست يمكن اقوى من قلب الرجل، وبالذات تحت سن ال 45 بيبقى عندها حمايه طبيعيه بهرمونات الانوثه، فتبص تلاقي ممكن ازمات الشريان التاجي بتبقى اقل في الستات من الرجاله في هذه المرحله العمريه. ده اذا استفادت من هذه الميزه النوعيه. ازاي بقى تستفيد بيها؟ ازاي بقى؟ ان هي ما تدخنش، ما تشربش شيشه، ما تقعدش تدخل بقى في صراعات بقى في الشغل بقى وطحن وزعل وتوتر. هو مين فينا يعني احيانا بتبقى انت بتدخل في معارك لا ناقه لك ولا جمل فيها، بتلاقي نفسك جوه هو ده بقى اللي قلل الميزه النوعيه. لكن لو احتفظت باللي هي السلام النفسي بتاعها وقدرت تحافظ على الميزه النوعيه البيولوجيه اللي ربنا اداها لها هيبقى قلبها اقوى من قلب الرجل. التدخين السلبي خطر؟ هو دلوقتي ما عادوش بيسموه التدخين السلبي، هصحح انا الاسم بالنسبه للمشاهدين. هم ثلاث انواع: فيرست هاند، سكند هاند، ثيرد هاند. الفيرست هاند اللي انا بدخن بايدي النفسي يسموه فيرست هاند سموكر اللي هو المدخن الايجابي. السكند هاند سموكر اللي هو تدخين بيد الاخر. يعني انا قاعد في اوضه مثلا فيها ثلاثه، قعدنا مثلا 3 4 ساعات كل واحد دخن 10 سجاير من الثلاثه، انا بالظبط خدت زيهم 10 سجاير لان انا باخد 30% من كل واحد ثلث، فانا خدت تقريبا من ال 30 10 زيهم، فده بيسموه سكند هاند سموكر. كانوا بيسموه زمان التدخين السلبي، فلما لو اسوا مما كنا نعتقد سموه سكند هاند سموكر. في بقى ثيرد هاند سموكر اللي هو يبقى لو مثلا انا داخل مثلا قاعه زي كده ما بيتفرقش بين مدخن وغير مدخن، ممكن يكون هو سايب بعض اثار الملصقات من النيكوتين وبقايا السيجاره على الزق اخد منها، ثيرد هاند الطرف الثالث، يعني ينوبني من الحب قصدي من الكره جانب من غير ما اقابل اللي هو الشخص اللي دخن من غير ما اشوفه، فده بيسموه ثيرد هاند. التدخين طبعا هو من ضمن عوامل ازمات القلب وتصلب الشرايين، وخاصة الناس اللي عندهم الضغط واللي عندهم السكر واللي عندهم الكوليسترول. لو أضيف إليهم التدخين هتبقى فرصته عالية جدا في حدوث تصلب الشرايين وذبحة صدرية مستقرة وغير مستقرة وأحيانا جلطات في الشريان التاجي. مريض القلب يتعامل إزاي مع كورونا؟ مريض القلب هو بيسموه الفولنربل جروب، أكتر واحد ممكن يبقى عنده مشكلة في كورونا. لأن كورونا بيماثل أزمات القلب، يعني كورونا ممكن يعمل تجلطات في الشريان التاجي. كورونا ممكن يعمل التهاب في عضلة القلب. كورونا ممكن يعمل التهاب في الغشاء التامور البريكارديوم. كورونا ممكن يعمل جلطة في الشريان الرئوي اللي هو بيأثر على البطين الأيمن في القلب. فالقلب بيتأثر بكورونا إذا كانت الرئة هتتأثر عن طريق الشريان الرئوي أو نقص الأكسجين، وتأثر مباشرة بكورونا لو حصل اختراق من الفيروس للقلب. لذلك مريض القلب أول واحد لازم يكون حريص على اللقاح، أول واحد يكون لازم لابس الكمامة، أول واحد يكون حريص على الأدوية بتاعته إذا كان عنده السكر أو الكوليسترول أو الضغط أو بياخد أدوية سيولة لا يتوقف عنها، ويعيد كمان هيكلتها وظبطها مع الدكتور بتاعه لو كان هو عرضة لخطر كورونا. واللقاح بتاعه يمكن بنختار بعض اللقاحات فلازم بيعرض نفسه على الدكتور، والحقيقة أنا شفت في كل المراكز قبل ما بيختار له نوع اللقاح بيعرضه على دكتوره ويشوف التاريخ المرضي بتاعه، وفي بعض الناس بيتوجهوا للقاحات معينه غير اللقاحات الثانيه. حضرتك مره كتبت من فتره بوست لفت نظري جدا عن السيناريو الخادع، سيناريو ان الواحد يكون عنده جلطه في الشريان وهو فاكر نفسه ان دي الام القولون او المعده او المعده. يا ريت حضرتك تقول لنا بس معلومات. الله يرحمها زميلتكم شيرين الدويك. شيرين برضو انا قلت ده كانت ازمه شيرين كانت بس شيرين لان هي انا يعني كنا زمان سجلها وجع في بطنها من زمان فهي كان عندها مشكله القولون طول عمرها. ايوه بس هي جت اخر يوم بقى جالها وجع جامد في بطنها فراحت فقالوا لها ده مش عارف ايه وخدت علاج راحت نامت قالوا ان هي حسب الروايه اللي انا وصلت لي يعني. المهم زي ما حضرتك قلت بالظبط السيناريو الخادع للشريان التاجي الاوجاع
الوجع في المنطقة دي لغاية فم المعدة اللي هو الإبيجاستريك، الحتة اللي تحت أول البطن دي اللي هي فوق المعدة بالضبط. أي وجع مش عايز أقول من تحت من الفك السفلي، الزور، الصدر، المنطقة دي كلها، إذا كان هيستمر أكتر من 20 دقيقة ونفسي بيتغير يا دكتور، كتفي الشمال بيتقل يا دكتور، بعرق، حاسس بخفقان، حاسس ان انا لا انا تعبان قوي مش وجع عادي، واخد دواء الحموضه ما بيروحش، واخد مسكن ما بيروحش، لازم اقول ان ده ازمه قلبيه واتوجه واعمل رسم قلب. بننقذ حالات ناس كتير بهذا الشكل. انا والله العظيم يعني شفت كميه ناس كانوا متشخصين قرحه في المعده او التهاب وبعد كده انقذناهم في اخر لحظه، وكانوا ماشيين في سكه بنزار، مجرد بس ان انت بتقول له تعالى يقول لي يا دكتور حرقان حموضه رهيبه، بس بيزيد لما بتحرك وبيطول، واخد اقول له طب الدواء بتاع، يقول لي ما بيريحنيش دواء المعده. فالدكتور قال لي تعالى منظار، قلت له طب ما تعمل رسم قلب قبل ما تروح. نعمل رسم قلب نلاقيه عنده جلطه في الشريان التاجي الخلفي او ازمه او قصور في الشريان التاجي الخلفي هو اللي عمل الوجع. لذلك انا رسالتي حتى اللي بوجهها لشباب الاطباء، اقول له يا حبيبي الالم ده لابد ان يحترم، الام الصدر اللي هي واصله لغايه فم المعده تحت اللي هو الايه على طول منطقه الحجاب الحاجز فوق المعده، تعتبرها ازمه قلبيه إلى أن يثبت العكس، وخاصة لو استمر 20 دقيقة مثلا. يعني لو كده الواحد يروح يعمل رسم قلب لو جاله هذه الآلام والأعراض، بيبقى وجع ساعات خادع يقول لك إيه حرقان زي الحموضة، ويتشخص حموضة ويتشخص ارتجاع في المريء ويتشخص القولون العصبي وياخد العلاج ما بيتحسنش. فالناس دي لازم تشكوا، الصغيرين لازم يعرفوا الدكاترة أو ناس كتير، أنا بحب أديهم هذه الرسالة. في مرة أنا ما كنت ماسك مدير الطوارئ، أنا بحب أحكي القصص دي لأن الشباب بيتعلموا منها يعني. فكنت داخل بمر بدري في طوارئ معهد القلب، لقيت دكتور لسه ناشئ، هو دلوقتي بقى راجل قدير في التخصص يعني. كان ساعتها لسه أول أسبوعين. فالمهم لقيت ممرضة بتقول لي الحق يا دكتور أختي تعبانة الساعة 7 الصبح. فشفت رسم القلب كان هو هيخرجها يعني، فبقول له طب دي جاية ليه؟ قال لي وجع بس يعني كده وجع ورسم القلب، فقعدت أبص في رسم القلب. قلت له طب ممكن نعيد رسم القلب تاني؟ عملنا إعادة رسم القلب لأن في تغييرات في رسم القلب عن الطبيعي. قلت له ممكن نعمل لها تحليل إنزيمات القلب؟ عملنا تحليل إنزيمات القلب لقينا فيه زيادة. فقلت له إيه رأيك بقى نطلعها نعمل لها قسطرة؟ طلعناها نعمل لها قسطرة لقينا جلطة كبيرة، لقيته نازل يعيط. فأقول له زعلان ليه؟ قال لا أنا كنت أضيعها، أنا كنت أخرجها خلاص. قلت له يا حبيبي لسون نمبر 1 في استقبال معهد القلب، الدرس الأول. واحدة جالك 7 الصبح من بيتها بوجع في صدرها، حتى أنت لو شايفه مش زي الكتاب، مش نمطي، مش جامد قوي، لازم تحترم هذه الشكوى. وقبل ما تقفز الى النتائج وتقول ان هي ما عندهاش حاجه وتمشيها وبعد كده قلبها توقف على باب الاستقبال، لا كمل الفحوصات، اعمل رسم قلب مره واثنين وثلاثه، واعمل التحاليل مره واثنين وثلاثه، واعتبر الالم ازمه قلبيه الى ان يثبت العكس. لان هو لو انت اعتبرته ازمه قلبيه وطلع سلبي انت ما خسرتش، لكن لو انت قلت لا ما فيش وبعد كده مشيت وحصل لها حاجه هتقعد تندم عشانها وتلوم نفسك طول العمر يعني. فالالم مهم جدا. أنا مش بخوف الناس بس يعني نهتم نبقى عارفين إن الآلام قبل ما نقول إن هي نمت في التكييف، أصل أنا خدت تيار هوا، أصل أنا عندي برد، أنا بسميه البرد المفترى علي، شماعة البرد، عندي برد في المعدة، عندي برد في القولون، عندي برد في الصدري، عندي برد في الرئة، كله برد. فإحنا عندنا البرد ده الشماعة بتاعت الأمراض اللي مش مشخصة، حتى كورونا بنقول عليها برد. عندي برد، ما هو البرد ده الشماعة المصرية. مفيش مرض في الدنيا اسمه برد غير في مصر يعني. يعني ايه مفيش؟ مفيش حاجه اسمها برد برضه. ايوه بس مفيش حاجه اسمها برد يعني كلمه يعني عندي برد، مفيش حاجه اسمها برد في المعده. برد في يعني انا بسمعها من ناس حتى متخصصين يقولوا عندك برد في المعده، مفيش حاجه اسمها برد في المعده. هو في التهاب، مفيش التهاب، في ازمه قلبيه، مفيش ازمه قلبيه، في جاسترايتس، في نيمونايتس، في التهاب رئوي، في التهاب شعبي، يعني لها تشخيصات يعني. انما ان انت تعلق كل حاجه على شماعه البرد هتضيع ناس كتير. طيب حضرتك برضه اتكلمت مره عن كهرباء القلب، كهرباء القلب دي، وقلت كمان انه القلب ليه بطاريه وبتتشحن وحجمها قد حبه العدس وكده. ايه الموضوع كويسة. انا بذاكر اهو. انا متابعك واحده واحده. في ناس لما اقول له فلان عنده كهرباء في القلب يبقى خايف يجي ناحيه يقول لك لو حطيت ايدك هتكهرب. لا يا حبيبي، هي هو ما بيكهربش، هي كهربه القلب دي هي الاسم العلمي لدقات القلب او انتظام ايقاع القلب. القلب عشان يمشي بهذا المعدل المنتظم الذي لا يختل على مدار الساعة في اليقظة، في النوم، في الحركة، في السكون، من الأسبوع الثالث والإنسان ما زال جنينا في ظلمات الرحم، هذا الإيقاع لا يختل، بيكون في الصغيرين سريع لغاية سن البلوغ
يبقى من 60 ل 100 وانا قاعد، يزيد مع الحركه ويقل وانا نايم. لو زاد عن 100 وانا قاعد ابدا احس بالايه؟ خفقان. اقول ده تسارع في كهرباء القلب. فلما بقول تسارع في كهرباء القلب او زياده في كهرباء القلب، دي معناها زياده في دقات القلب، مش معناها ان هو عنده شحنه لو انا لمسته وسلمت عليه او حضنته هتكهرب يعني. فهو الكهرباء هي الاسم العلمي لدقات القلب وانتظام ايقاع القلب. الناس كانت مفكره القلب اوتوماتيك. هو اوتوماتيك، بس برضه زي الساعه الاوتوماتيك ما فيها بطاريه لازم تتشحن كل شويه. القلب فيه بطاريه، بس بطاريه المولى عز وجل تختلف عن بطاريه الصانع البشري. هي فعلا حجمها صغير جدا قد حبايه العدس، فيها طاقه تكفي الانسان حتى لو عاش 100 سنه ما دام لم يعتريها مرض يعني. بيشحن بطاريه القلب ازاي؟ بتتشحن اوتوماتيك من بالايونز، بالايونات يعني. هي على بتشحن نفسها اوتوماتيك. السعاده بتشحن بطاريه القلب؟ السعاده بتشحن بطاريه القلب، والنكد والزعل بيأثر على بطارية القلب. ممكن في ناس كتير يجي لها اختلال في كهرباء القلب أيضا من الزعل. في حاجات كتير ممكن تعمل الخفقان، يعني حضرتك كنت بتقولي على الزعل والانفعال، ده ممكن يعمل الخفقان. في ناس بتتولد بقى عندها ضفيرة كهربية زيادة أو متلازمة ولف أو خلل في أيونات القلب، فجيله ممكن سكتة قلبية. برضو برجع للقصة الثانية، كان عندي مريضة عندي في العيادة فبتابعها، لقيتها لابسة أسود كده، فقول لها مالك يا ست الكل؟ قالت تصدق يا دكتور اخويا طفلين، واحد عنده 7 سنين واحد عنده 11 سنه ماتوا فجاه في شهر واحد. قلت لها ازاي الكلام ده؟ طب ما كشفتوش؟ قالت والله ما كشفنا ولا كان عندهم حاجه. فقلت لها عندهم اولاد تانيين لهم اخوات؟ قالت لي في 2. قلت لها ممكن تجيبهم لي بكره؟ جابتهم تاني يوم فبعمل لهم راس قلب، لقيت عندهم حاجه اسمها متلازمه لونج كيو تي، في حاجه في كهربه القلب بتعمل سكته قلبيه. فلحقناهم وركبنا لهم جهاز الصاعق اللي هو بيحمي. فقلت لها دول لو ما التحقوش كانوا هيحصلوا 2 التانيين. ففي اطفال بتتولد عندها خلل كهربي عرضه للسكته القلبيه، ولذلك انا بوحى صوتي في المطالبه بان احنا في مبادره من احياها نحاول نشوف اللي هو الاطفال اللي عايزين يمارسوا الرياضات وفي مراكز الشباب وفي الانديه. يمكن قابلت انا وزير الشباب وتكلمت معاه في القصه دي، ويا ريت بفكره تاني بمبادره من احياها. عايزين نعلم الناس البيزك لايف سبورت. يعني احنا شفنا مثلا لما اريكسون في الدنمارك قلبه توقف، ازاي اللعيبه اتلموا حواليه وازاي عملوا مساج واسعفوه لغايه ما جه المتخصص واداله الصدمه، وتاني يوم كان صاحي في المستشفى. احنا عندنا شفنا اللاعب وقع مؤخرا في الملعب ومات، بيقعدوا يلطموا جنب منه وخلاص. فانا عايز اعلم الناس البيزك لايف سبورت وخاصه اللعيبه الاسعافات الاوليه، ازاي هو يعمل المساج عشان يسعف لغايه ما يجي المتخصص. ونعمل اويرنس يعني برضو ايه التوعيه، يا ابني ما تلعبش الا لما تعمل فحوصات رسم قلب كتير وتعمل بالمجهود وتعمل كذا، طالما هتدخل في رياضه تنافسيه ما بلاش كده وبلاش تداري، لان انت هيبقى عمرك يعني. في ناس يقول لك الكارير ويخاف ان هو تكتشف عنده حاجه. عارف حضرتك النهارده بالصدفه 5 يناير ذكرى وفاه الفنان الكبير الجميل ممدوح عبد العليم. الله يرحمه، كنت بحبه جدا. وانا كمان ومراته الاستاذه شفقي المنيري صديقتي العزيزه، وكتبت كتاب حلو عنه سنوات بالزبط. في بيت المحترم بقول لها تعيش وتفتكري يا استاذه شفقي. الحقيقه الاستاذ ممدوح مات بالسكته القلبيه المفاجئه، نفس المشكله دي. وكان راح يعمل رياضه في الجيم، في الجيم بدون تحضير يعني، انت قبل ما تدخل. وحصلت مع 2 تانيين بس مش هقول اسمهم عشان بيزعلوا، برضه في الجيم جالت لهم هارت اتاكس فنانين، وقال لك انا كنت رايح ما اعرفش ايه وفجاه لقيت نفسي بعمل 4 دعامات ومش عارف ايه على طول كده. يا حبيبي ما تبقاش انت تعيش حياه الدعة والرتابه والخمول وبطنك بقت قد كده وما بتقدرش تمشي اصلا خطوتين وتروح تقول خلاص قررت. لا، ما فيش حاجه اسمها قررت. قبل ما تروح تعمل جيم وتقررت، اعرض نفسك على دكتور قلب بقالك 10 سنين ما بتتحركش، ايه شوف كفايه قلبك هتستحمل رياضه ايه، تبدا بالتدريج ورم اب لو في حاجه يلحقك بيها وبعد كده تلعب. انما اللي بيحصل بقى ايه، احنا بقول لحضرتك عندنا احنا بنتعافى على نفسنا، بنتعافى على نفسنا وثقافه الدينايل الانكار. انا فل، انا 100 100 يا دكتور ما تفكرنيش، ما تزعلنيش، ما تقلينيش، ما تعملنيش. طيب خليك براحتك. يعني ايه ما تفكرنيش دي؟ يعني ما تدورش انا ان يعني انا عندي ضغط يعني ولا يعني ما تدورش ان انا لا قبل ما يعني. تدخل في رياضه فيها بذل مجهود جامد وانت اصلا حياتك كلها من المكتب للمكتب، يبقى لازم تعرض نفسك على دكتور متخصص يشوف قلبك هيستحمل الرياضه قد ايه ونوعها ايه قبل ما تفاجئ بازمه قلبيه. مهم جدا لانه حتى حضرتك قلت مره انك مع دكتور حسام موافي في موضوع انه مريض القلب ما ينفعش يطلع السلم. يمكن انا اختلفت مع الدكتور حسام في كده، هو كان دكتور حسام رايه ان ما فيش داعي بقى نتعبهم وكده، لكن هو للناس اللي ما جالهاش القلب سلم مفيد. يعني انا افتكر توني بلير كان رئيس الوزراء البريطاني في قصر بكنجهام،
لما كان في الداون ستريت، لما كان عملوا مبادرة سلامة قلبك كان بيطلع هو الأربع أدوار، مكتبه كان في الدور الرابع كان بيطلع على السلم. رياضة السلم ممكن تفيد عليه اللي ما جالوش القلب، لكن اللي جاله هارت أتاك وبيتعالج من القلب قبل ما يطلع السلم بيعرض نفسه على الدكتور. في حاجة اسمها رسم قلبي بالمجهود، بقدر أنا أحدد له إيه المجهود اللي ممكن يبذله بعد ما يكون مصاب بالقلب. وبرضه اللي عايز يلعب رياضة ولسه ما يعرفش هو قلبه يستحمل ولا لا، لازم يعمل رسم قلبي بالمجهود عشان يعرف قلبه هيستحمل إيه وقد إيه. والحقيقة الكلام بتاعي ده بيجيب نتيجة. أنا بقيت أشوف ناس كتير قوي بيجيبوا أولادهم عشان حصص الألعاب والنوادي وهيلعب سباحة، يقولوا طب شوف لنا قلبه. فالكلام ده بيجيب نتيجة. صغير كبير محتاج يعمل ده، وبالذات الكبير اللي هو مأنتخ، يعني واحد بقاله 10 سنين ما بيتحركش، من الأسانسير للعربية للمكتب كله بالريموت بالوايرلس، كل حاجة عن بعد بالتاتش، مفيش حركة. فجأة قرر ينزل الجيم ويلعب ويجري، لا يا حبيبي لازم وورم أب، في تسخين وفي تحضير، في برنامج معين لازم تمشي عليه، وفي تخسيس وفي دايت وفي نظام رياضي محكم. الدكاتره طب القلب الرياضي مش هزار، والناس اللي بتاندر استيميت او ما بتديلوش حقه بيدفعوا الثمن غالي. طيب طب القلب الرياضي ده يعني حاجه مهمه جدا، خاصه ممكن يكون بالنسبه للناس لعيبه الكوره المتسابقين في الاولمبياد، اعتقد الموضوع ده منتشر بره الملفات دقيقه. وما فيش هزار وما فيش مجاملات، لكن حضرتك عارفه هنا الكارير ساعات زي ما بقول لحضرتك ثقافه الدينايل. لو هتقعد تفتش عليا سيبني بقى، انا بلعب في نادي كبير، وهتقعد تدور يا ابني تعالى ما انت تعبان. فهو ساعات بيخاف ان هو يعرف ان عنده حاجه، يعني دي هتقطع عيشه. فساعات اقول له بص حياتك ولا عيشك. انا جالي مره واحد ما بنساهوش، كان رايح يلعب في اللي هو السايكلينج في جنوب افريقيا، حاجه و20 سنه دخ وهو في بطوله في اوروبا، فراح في مستشفى عمل حاجات وبعد كده قال لك لا ده بيقول انا مش عارف ايه، انا عايزك تشوفني، هو عايز يشترك في البطوله دي. فالمهم بقيت قلت له يا ابني انا مش مطمن، سباق درجات. قلت له ما تروحش يا دكتور، ده انا فرصه مستعد لها بقالها قد ايه، ده فيها ايه؟ مش هقول لك حصل له ايه. حصل له ايه؟ مات هناك. مصري. مات في جنوب افريقيا، وحتى قالوا ساعتها ده الدكتور جمال شافه، فقلت لهم انا شفته وحذرته، بس هو يعني قال لي لا انا هروح يا دكتور، ما تقولش ان انا ما هو عايز يشارك البطوله. بس ففي ناس بتبقى عندها الدينايل، لكن الانكار، لكن انت لو الدكتور حذرك ونبهك انا ممكن اقبل لواحد عادي خلاص مجهوده عادي، ببقى عارف انه مركب له دعامات وعامل له جهاز صدمات وعايش. لكن انت هتدخل في رياضه تنافسيه رهيبه وتحميل شديد واحمال شديده على القلب، يبقى لازم تروح لدكتور قلب متخصص. ساعات رسومات القلب بتعدي على ناس، ده انا ياما صلحت الناس في رسومات القلب، ممارس عام كده يبقى عنده مثلا الطفل، انا لسه عامل كي لطفيله كهربيه زياده لشاب في كليه التربيه الرياضيه. قلت له طب ازاي نجحت في التربيه الرياضيه بقالك سنتين؟ قال لي والله ما حد بص في رسم القلب يا دكتور، يعني هو اتعمل كده وخلاص بقى، ما او شافها وما ركزش فيها يعني. فده كان معرض للسكته القلبيه. لولا ان هو واللي شخصه بقى في برضه اللي بعته لي بقى واحد صغير خالص بس مركز، يعني قال له ايه ده؟ ازاي انت في سنه ثالثه وعندك رسم القلب ده؟ اول ما بعته لي لقيته متلازمه ولف، الضفيره الكهربائيه دي كان ممكن تعمل له حاجه ويموت في اللي هو في التمرين الرياضي. فعملت له كي بيها ورجع عادي خالص سليم. اذا الحاجات دي بتتعالج، الثقافه دي مهمه وبتتعالج، ان انا ابقى واخده بالي وبتتعالج، وما اقعدش اقول الدكتور بقى هيخوفني، لا انا اقسو لتزدجر رحمه. احيانا تكون الشده مع طفلك وابنك، انا لما تقول له كده هتلمس النار، لو سبته هيتلسع، فانت ممكن تكون بتضربه لكن انت حميته وانقذته. نقطه مهمه جدا. طيب القلب والغذاء، القهوه هي مفيدة ولا مضرة للقلب؟ زمان كان دايما ده السؤال يتسأل، أشرب شاي ولا قهوة ولا ما أشربش، والقهوة بتضر والشاي بيضر. بص يا حبيبي القهوة مفيدة للقلب فعلا؟ جدا ومفيدة. أي قهوة؟ القهوة بكل أنواعها. يعني هم مثلا الأمريكان بيتكلموا على الأمريكان كوفي، الفرنسيين بيتكلموا على القهوة الفرنساوي، الأتراك على التركي أو اللي احنا العربي اللي احنا بنعملها. فهو القهوة بكل أنواعها أو الكافيين والمواد الموجودة معاه إذا اتخذت في سياقها من 3 ماكسيمم 5 في اليوم، دي ممكن تبقى مفيدة للقلب وبتمنع تصلب الشرايين، فيها مواد مضادة للأكسدة وبتحافظ على لياقة القلب وتمنع الذبذبة الأذينية، ومفيدة أيضا للوقاية من
حاجه مش هتصدقيها، الدهون على الكبد، وده فعلا. بحث اخير جدا اكتشفوا ان هي مفيده ايضا للكبد، ودكاتره الكبد بيصفوها، فلها مفيده، بس ما تحطش عليها سكر، لان انت لو حطيت عليها السكر اللي هو بيتحط ده بوظت الفايده بتاعتها. واللبن احيانا بيقلل برضو من الفايده بتاعتها، يعني الحليب والشاي. فهو الشاي مفيد برضو يتاخد، ثلاث حاجات لازم تراعيها وانت بتشرب الشاي. حكايه اخواننا بقى في الصعيد يقول لك لازم احبس بالشاي. هيحبس هو قاعد على ترابيزه السفره، يبقى الحديد اللي هو خده في الاكل مش هيمتص، هيجي له انيميا. فلازم تسيب على الاقل من نص ساعه لساعه لغايه ما المعده تفضه من الاكل وتشرب شاي. يبقى لازم بعد الشاي الشاي مفيد. تاني حاجه برضو مش هتحط السكر ومش هتحط اللبن. الشاي اخضر ولا الشاي الاحمر؟ الاخضر له مزايا في التخسيس وكده، لكن الشاي الاحمر فيه مضادات الاكسده احسن. اللي هو الاخضر ولا بيخسس ولا حاجه، احنا بنشرب كتير ولا بنخس ولا حاجه، لان هو مش الغذاء بس في التخسيس، لازم يبقى في غذاء، ولازم يبقى في قياس لنشاط الغده الدرقيه وحساب الميتابوليك ريت، لازم حساب السعرات، لازم حساب النشاط الرياضي، فدي مهمه جدا في التخسيس. التخسيس ايضا ما ينفعش تقول لي اديني قرص، لا، لازم انت يبقى عندك نظام الاراده حياة. نظام حياه بالظبط كده. الكوليسترول الضار والنافع، لانه الناس بتخلط بين نوعين من الكوليسترول، وانا عارفه ان في نوع ضار ونوع نافع بيبقى مهم جدا. برضو انا هقول معلومات يمكن الناس هتتفاجئ بيها. الكوليسترول هل هو شيطان رجيم؟ هل هو ملاك رحيم؟ ايه الكوليسترول؟ الكوليسترول ده جزء مكون من الخليه الحيه، يعني الجدار بتاع اي خليه فينا فيه الكوليسترول. الكوليسترول اساسي لنشاط هرمونات الذكوره والانوثه ونشاط المخ والعضلات. طب امال ايه بقى الكوليسترول الضار ازاي؟ ده كان يا دكتور الكوليسترول نافع. يا حبيبي الطريقه التي ينقل بيها الكوليسترول في الدم عشان يروح للخلايا هي دي اللي بتختلف. ممكن يتحمل في سفينه كبيره هاي دنسيتي لايبوبروتينز، ممكن يتحمل على قارب خفيف لو دنسيتي لايبوبروتينز، هشرحها بعد شويه. ممكن على هيئه دهون ثلاثيه. الدهون الثلاثيه دي ضاره جدا، ممكن تعمل تصلب في الشرايين، ممكن تعمل التهاب في البنكرياس لو اتحمل وكانت النسبه عاليه. ال LDL منخفض الكثافه قارب صغير، فبيمشي يطفو مع تيار الدم، بيخبط شمال ويمين، فبيجرح جدار الشريان التاجي، ممكن يترسب فيه يلزق، فبيعمل تصلب في الشرايين. فاحنا القليل اللي هو ال LDL منخفض الكثافه اللي هو القارب الصغير اللي بيحمل الكوليسترول ده اخطر من اللي هو ال HDL اللي هو الهاي دنسيتي. كلما كان العالي عالي اللي هو الهاي دنسيتي العالي الكثافه عالي، وكلما كان اللو دنسيتي اقل، كلما كان القلب في حمايه. اذا كل هدفنا نقلل القليل ونرفع اللي هو الكبير، نرفع العالي ونقلل القليل. وما نزعلوش، وما تزعلوش طبعا، ده اساسي طبعا، لان الزعل رهيب، وان شر النفوس في الارض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيله، وترى الشوكه في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقها إكيلا. أيها هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. أيها هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. لازم تبص للحاجات الكويسة وتشكر ربنا على كل شيء عشان يديك سلامة لقلبك معنوية وسلامة عضوية. شكرا لحضرتك دكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة وعميد معهد القلب السابق. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. النهاردة بكل النصائح اللي سمعناها دي من دكتور جمال شعبان، أظن وما عندناش حجة بقى، لازم نبدأ نفكر إزاي نحافظ على قلوبنا، إزاي نغير نمط حياتنا، إزاي نتعلم ما نحملش القلب فوق طاقته، ولا بالعادات بقى المضرة، ولا بالزعل أو القلق أو التوتر. ريحوا قلوبكم، عيشوا حياتكم بصحة وسعادة، وطبعاً ما ننساش في نهاية حلقة النهاردة إن أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل إخواتنا المسيحيين شركائنا في الوطن بخير وسلام.